مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بيكم. حلقه جديده من بي اون تايم زي كل يوم بيكون مع حضراتكم على مدار ساعتين باخر واهم الاخبار. والنهارده عندنا يوم حافل ويوم مهم جدا. اهم مباراه اليوم هنبداها كده على بركه الله بتصفيات افريقيا لكاس العالم، لقاء مهم جدا، افتتاح المجموعه مصر وانجولا 9 مساء بتوقيت القاهره. كل التوفيق للفراعنه باذن الله في افتتاح التصفيات الخاصه بكاس العالم 22 في قطر، وفي نفس التوقيت ليبيا في مواجهه الجابون باذن الله تبقى البدايه موفقه علشان نستمر من اول يوم في الصداره الى حين التاهل ان شاء الله للدور المقبل، ثم التاهل لكاس العالم باذن الله 22. عندنا في تصفيات اوروبا لكاس العالم ايضا بعض اللقاءات المهمه، اكيد البرتغال في مواجهه ايرلندا 9:15 بتوقيت القاهره، في نفس التوقيت فرنسا في مواجهه البوسنه والهرسك، ثم النرويج في مواجهه هولندا، ثم عندنا الدنمارك في مواجهه اسكتلندا، وروسيا في مواجهه كرواتيا. سؤالنا لحضراتكم قبل ما ندخل في تفاصيل اليوم، لعيب انتشر في اوروبا او نجح في اوروبا ونجاح كبير وواحد من السوبر ستارز في اوروبا، فتعالوا نشوف كده الخريطه الخاصه بيه ومن خلال الخريطه دي تخمن هو مين. يلا شباب، انا مش هشرح، لكن هي دي الخريطه للانديه اللي ظهر فيها النجم اللي احنا بنتكلم عنه. ركز كده في البلاد، خريطه اوروبا موجوده ويعني هتبان من بداياته من الجنسيه الخاصه بالانديه اللي في اول دوري ظهر فيه. ابعت لي وتواصل معايا على كل البلاتفورمز الخاصه بينا على السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي السؤال جاوب وهناخد في الاخر خالص مجموعه من اجابات حضراتكم. نبدا بتشكيل منتخب مصر المتوقع قدام انجولا النهارده. استقر الجهاز الفني بقياده كابتن حسين البدري بنسبه كبيره على تشكيل الفراعنه اللي هيخوض لقاء انجولا النهارده الساعه 9 مساء. حراسه المرمى الشناوي، خط الدفاع فتوح شمال، الونش وحجازي اثنين مساكين، وباك يمين غالبا هيكون باهر المحمدي، الا لو حصلت يعني تغييره كده في الاواخر وظهر فيها احمد توفيق. انما في نص الملعب طارق حامد وعمر السوليه بنسبه كبيره ضامنين مكانهم، ثم في الثلاثي اللي تحت راس الحربه ممكن يبقى حسين الشحات مع محمد مجدي قفشه مع احمد سيد زيزو، وخط الهجوم بنسبه كبيره هيكون محمد شريف. طبعا برضو يعني حلو ان حضراتكم تتوقعوا معايا هل ده التشكيله اللي ممكن يظهر بيها منتخب مصر النهارده ولا ممكن يبقى فيها تغييرات. التغييرات ممكن تبقى ليه؟ لانه اكرم توفيق المنتخب اعلن ان هو اصيب قبل في التمرين الاخيره يعني قبل مواجهه انجولا، وتم استدعاء شقيقه احمد توفيق نجم بيراميدز، واللي هيكون موجود بنسبه كبيره النهارده، ممكن يبقى موجود في التشكيله الاساسيه، ممكن يبقى موجود على الدكه، لكن استدعاء احمد توفيق لاصابه اكرم توفيق هي دي اللي ممكن تغير بعض الشيء من خطط كابتن حسام البدري. اكرم مش هيكون موجود، وبالتالي عنده اختيارات، عنده احمد وعنده عمر جابر وعنده باهر المحمدي، ثلاثه موجودين وهو بقى يعني واختياراته. انما اكرم كان هو الظهير الايمن الاساسي في تشكيله حسين البدري النهارده، والقصه اتغيرت بسبب اصابه اكرم، ان شاء الله يكون يعني زي الفل في القريب العاجل. توقعات التشكيل هنفضل نتكلم فيها كتير، لكن كابتن حسام اكيد ادرى مننا. كابتن حسام زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت كان معايا محمود سليم محلل اداء الوحده السعودي، اتكلم معايا على انه كابتن حسام بيلعب على ارضه غير خارج الارض او يعني بره مصر، وبالتالي النهارده ممكن يكون عنده بعض اللعيبه اللي عندهم الواجبات الهجوميه اكتر في التشكيله، ممكن يظهر عمر جابر، ممكن يبقى في تغييره في نص الملعب ما يبقوش الاثنين هاف ديفندرز طارق والسوليه، في كلام كتير يعني. انما كل التوفيق لمنتخب مصر، وزي ما طبعا حضراتكم عارفين وعلى مدار الايام اللي فاتت انه تصفيات كاس العالم ان شاء الله هتكون موجوده عندنا على اون تايم سبورتس، كل اللقاءات رايح جاي بما فيهم اللقاءين اللي هم الحاسمين، اللقاءين الاخيرين او اخر لقاءين لمنتخب مصر ان شاء الله هيكونوا كمان معانا على اون تايم سبورتس، وطبعا بكل تفاصيلهم وبكل احداثهم وكواليسهم. وكل التوفيق لجهاز منتخب مصر، كابتن حسام بدري يبقى موفق ان شاء الله في كل حاجه، في اختياراته، في طرق اللعب، هنتكلم اكيد بالتفاصيل اكتر عن ده النهارده. لكن البدايه مع انجولا هنا في القاهره ان شاء الله تكون بدايه موفقه. مفيش حاجه سهله، ومفيش فرقه في افريقيا اصبحت تقدر تقول عليها ضعيفة، يعني كل الفرق تطورت جدا بفضل الاحتراف، بفضل انه اللعيبة بتطلع من افريقيا في سن صغير، فبتلاقي ان كل تشكيلة لكل منتخب في افريقيا في لعيبة بتلعب بره، مش شرط يكونوا بيلعبوا في اندية اي كلاس، لكن موجودين في اوروبا، واكيد اوروبا متقدمة كرويا جدا، وده بينعكس على كل منتخبات افريقيا. زمان كنا بنكسب الفرق الطيبة يعني اللي هي بقى
بنين وناميبيا والحاجات دي بنكسبهم بالستة والتمانية والحاجة عادي مفيش مشكلة، لكن ما بقاش فيه ده، ما بقاش الكلام ده موجود في افريقيا، وبقت فرق قليلة جدا اللي تقدر تقول ان انت يعني ضامن نتيجتك قدامهم. لكن انجولا فرقة محترمة عندهم لعيبة كتير محترفين في اوروبا في البرتغال في انجلترا في اندية كتيرة، وبالتالي اللقاء يعني محتاج تركيز ومحتاج روح من اللعيبة علشان البداية دايما مهمة في كل التصفيات. منتخب انجولا ممكن ما يكونش في احسن احواله لكن بيظل منتخب من المنتخبات المحترمة بيقدموا كرة محترمة، مدير فني برتغالي بيدرو جونجالفيس. فيعني خلينا نستنى ونشوف ايه اللي هيحصل النهارده ان شاء الله. كل التوفيق كل التوفيق باذن الله لمنتخب مصر في مواجهه انجولا في بدايه التصفيات. عندنا لقاء بعد كده الجابون ثم ليبيا، الثلاث فرق احنا طبعا اقوى واحنا المرشح الاول من المجموعه، لكن الكوره ما فيهاش تواريخ، الكوره ما فيهاش اسامي، الكوره ما فيهاش غير الملعب واللي بيحصل في الملعب. نسيب المنتخب ونروح للاهلي. من يومين كده قلت لكم انه في يعني الكفة ما بين طاهر وكهربا مين فيهم يقعد ومين فيهم يطلع إعارة لسه ما اتحسمتش، في آراء بتقول إنه طاهر يكمل وفي آراء بتقول إنه كهربا اللي يكمل، في آراء بتقول إنه كهربا لو ما كملش يطلع إعارة سنة بره مصر في الخليج، وفي آراء بتقول إنه طاهر لو ما كملش يطلع إعارة جوه مصر. بيقال من مصدر داخل النادي الاهلي بانه موسيماني هو احد الاراء طبعا المهمه جدا في القصه دي، لكنه ميال اكتر لبقاء كهربا، ميال اكتر. وخلي بالك انا بنقي الالفاظ علشان يعني ما تقولش انه ده قرار وحاسم وحاجات كده، انا بقول لك انه ميال اكتر لبقاء كهربا. لو في كلام على انه واحد منهم يخرج فطاهر الاقرب للخروج. هي قصه نوعا ما اتقفلت لانه ما بقاش في اخبار قوي على انه مين يقدر يستعين او يستعير حد منهم، لكن الكفه مالت اكتر ناحيه طاهر للخروج اعاره سنه. بيرسي تاو ولويس ميكي بخلاف عوده عمار حمدي واحمد عبد القادر اللي غالبا خلاص برضه بنسبه كبيره حصلت، بخلاف وجود محمد مجدي قفشه وحسين الشحات ووليد سليمان، فالقصه زحمه. اكتر اسمين كان عليهم يعني جدل او علامات استفهام طاهر طاهر ومحمود عبد المنعم كهربا، حد منهم يخرج اعاره زي ما قلت لكم بنسبه اعلى شويه كهربا هيقعد في الاهلي، وطاهر احتمال يطلع واحتمال صغير جدا انه يطلع، مش احتمال كبير على فكره يعني بنسبه كبيره ممكن يكمل، لكن نشوف ايه اللي هيحصل. موسيماني هو صاحب القرار الاول والاخير، لكن لجنه الكوره اكيد ليها راي مهم جدا، وطبعا كابتن محمود الخطيب كمان ليه راي مهم جدا، فنستنى ونشوف في خلال الساعات القليله القادمه سيظهر الشكل النهائي لقائمه الاهلي في الموسم الجديد. لكن الاهلي بيستقر على تعديل عقد محمد مجدي قفشه قبل انطلاق الموسم الجديد، واستقروا خلاص على القصه هيعدلوا عقد احد نجوم الفريق وهو محمد مجدي قفشه لتحصينه من الرحيل. في كلام كتير قوي الفتره اللي فاتت دار على انه اكتر من نادي في الخليج بيفكر في قفشه، وقبلها كان في سيلتك في اسكتلندا، وقبلها كان في برضه حاجه في بلجيكا، لكن هل الاهلي بينوي او بيفكر في بيع قفشه؟ لا مستحيل. وده اللي اتقاله، ده اللي اتقاله من كابتن محمود الخطيب بنفسه بانه انسى موضوع الرحيل. فعلشان كمان يتم تحصينه وتحصين عقده من اي حاجه بقى، فقرروا ان هم يعدلوا العقد، يعدلوا الشرط الجزائي ويعدلوا المقابل المادي الخاص بكل موسم، وده طبعا بعد المستوى الفني الكبير اللي ظهر بيه محمد مجدي قفشه سواء في المسابقات المحليه او في افريقيا، واصبح واحد من الركائز المهمه جدا 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 في تشكيله النادي الاهلي. نرجع تاني لموضوع كهربا. لجنه التخطيط زي ما قلت لكم كان في كلام على الاثنين كهربا وطاهر، لجنه التخطيط برئاسه كابتن محسن صالح يعني ميالين اكتر ل بقاء كهربا، واتكلموا على انه كهربا واحد من اللعيبه المهمه جدا. اي نعم كان فيه شويه مشاكل حصلت الموسم ده، لكن ظهرت كده اشاعات حوالين سموحه، ظهر تصريحات كالعاده مثيره للجدل من المهندس محمد فرج عامر بانه في لعيب هيكون مفاجاه في صفقه حسام حسن. حسام راح من سموحه للاهلي، المقابل المادي لم يعلن، لكن عرفنا ان هو تقريبا 25 مليون جنيه مع إعارة ثلاث لاعبين، الثلاث لاعبين أحمد رمضان باكم ظهر، محمد عبد المنعم وبقاؤه في الأهلي أو تمديد إعارته، وفهد جمعة وهو مهاجم ناشئ بيتنبأ له الكثيرون بأنه هيكون ليه مستقبل كبير.
لكن هو قال في مفاجاه في الصفقه دي. محمد فرج عامر، مهندس محمد فرج عامر، قال ان في مفاجاه في الصفقه دي ومش هنعلن عنها دلوقتي. البعض اجتهد وقال كهربا، فرح هو ردد وقال لا احنا غلابه ما نقدرش ندفع فلوس كهربا. وبعدين البعض قال طاهر ما اتحسمتش، ما تقالش لا خالص يعني. وفي نفس الوقت اتقال انه ممكن يكون مروان محسن، لكن مروان لسه في عروض كتيره جايله، سيراميكا كليوباترا والجونه والاسماعيلي وبيراميدز، وفي حاجات كتيره جدا بتدور حوالين مروان، فلسه مش عارفين ايه المفاجاه، لكن قد تكون هي طاهر، قد تكون هي طاهر. خلينا نستنى ونشوف ايه اللي هيحصل في بقاء كهربا ولا طاهر، ولا بقاء الاثنين، ولا ايه اللي هيحصل. قبل ما نكمل اخبارنا ونروح لاخبار الزمالك، اسمحوا لي اخد واحد من نجوم مصر الكبار، كابتن وليد صلاح الدين، اخد رايه كده في اللي هيحصل النهارده في ماتش انجولا. كابتن وليد برحب بيك، صباح الفل. كابتن كريم صباح الفل عليك، اخبارك ايه؟ كله حلو؟ كله زي الفل الحمد لله. الحمد لله. عندنا لقاء مهم النهارده كابتن وليد، والناس يعني بتتكلم على التشكيله والتوقعات والحكايات، فالنهارده كابتن حسام عنده البدايه مهمه وعايز يكسب وعايز يطمن الناس انه البدايه حلوه فاللي جاي حلو. فيعمل ايه النهارده؟ هل يلعب بالتشكيله المتوقعه؟ هل يفاجئ الناس، يفاجئنا احنا شخصيا بانه ممكن يغير حاجه؟ هل النهارده اللعيبه اللي متوقع وجودها في التشكيله الاساسيه هم اللعيبه اللي عندهم ميول هجوميه اكتر؟ شايف الموضوع ده ازاي؟ بص، هي دي صعوبه المدير الفني لمنتخب مصر. ناس كتير جدا بتتكلم على ان ممكن جهاز منتخب مصر يكون قاعد لفترات طويله بدون شغل، او ان هو يكون قاعد فترات طويله ما بيمرنش اللعيبه، او ممكن يكون بيتعاضوا مرتبات وهم في الراحه، كويس كده؟ اه بالظبط. ده في العالم كله، في العالم كله. صعوبه بقى المهنه دي ان انت حضرتك لما يجي لك اللعيبه ويبقى قدامك 72 ساعه لازم يبقى انت عندك ابداع فكري وكروي، وتبقى يعني مركز في كل تفصيله صغيره، وتبقى عارف كل لعيب جاي لك اليومين اللي هيبقى معاك عامل ازاي، وحالته عامله ازاي، الفيزيكال فيتنس بتاعه عامل ازاي، حالته النفسيه عامله ازاي. دي نقطه مهمه. خد بالك، لعيبه الاهلي مثلا جايين لك وهم خسرانين الدوري، صح؟ لعيبه الزمالك جايين لك وهم كسبانين الدوري، صح؟ بس في مشكله مثلا شيكابالا، في لعيبه بتساند لعيبه، في لعيبه ممكن تبقى شاده مع لعيبه في نادي تاني. طبعا كل ده انت الناس طبعا ما بتاخدش بالها منه، والناس ما بتبقاش واخده بالها ان مدير المنتخب في يومين بالظبط لازم يحط تكتيك، ولازم يحط استراتيجيه، ولازم يحط تشكيل، ولازم يحط طريقه يلعب بيها، ولازم يعالج كل الحاجات النفسيه دي عنده في اليومين دول، صح؟ ولازم يرضى انه يفقد لعيب زي محمد صلاح او زي النني او زي اي لعيب محترف يكون مؤثر وممكن ما يجيش. صح صح. فمن هنا الصعوبه. الله يكون في عون الكابتن حسام، لكن سريعا اجاوب على سؤالك، عندنا حل من اثنين. يا اما هو يلعب بالطريقه المعتاده خالص، كابتن حسام بيفضل 4-2-3-1، ايوه، واحط كل واحد في مركزه واشتغل على الثبات الانفعالي، يعني زيزو بيلعب ناحيه اليمين يلعب ناحيه اليمين، رمضان بيلعب ناحيه الشمال يلعب ناحيه الشمال، قفشه في مكانه، هختار يا مصطفى محمد يا محمد شريف من وجهه نظر الكابتن حسام. ما هو مفيش مصطفى بقى لسه ما وصلش، فهو غالبا محمد يعني. ما هو يعني برضه دي برضه مشكله اكبر، لكن يعني محمد شريف جاهز ولسه راجع من اصابه، صحيح، بس خد اخر ماتشين. ايوه. هتيجي في نص الملعب طارق حامد والسوليه، او أيوة. السوليه وحمدي فتحي، زي ما يختار، المهم ان هم هيبقوا الصندارين. ايوه. في الدفاع احمد توفيق جه مكان اكرم ومكان عمر جابر، فاظن ان احمد توفيق هو الباك رايت الوحيد اللي موجود، ودي ما فيهاش مشكله برضه، وما فيش مشكله ان لعيب يبقى بره المنتخب ويجي يلعب اساسي ويكسر الدنيا ويبقى هو مان اوف ذا ماتش مثلا. حلو. ان انت بتتكلم على صيغه دوليه، احمد توفيق واحد من نجوم منتخبنا الوطني، انت متوقع ان هو يبتدي النهارده بيه؟ هو في مين تاني متاح كباك رايت؟ في باهر، وفي يعني باهر ما اعتقدش ان هو يبدا بيه ناحيه اليمين، لكن باهر لا، باهر بقاله يعني حتى بعد ما رجع من الاصابه هو بيلعب ست، بيلعب مساك بالظبط كده. يعني فالاولى ان يكون احمد توفيق كباك رايت. صح. وفي حالة تانية اللي هي فكرة ان هو ممكن يغير في التكتيك علشان يحافظ على حاجات معينة.
يعني ممكن مثلا لو مش عايز العب صحبه توفيق فابتدي بثلاثه ورا مثلا، ممكن يبقى باهر واحد منهم ويمين ناحيه اليمين، باهر والونش وحجازي مثلا واغير التكتيك واحط مثلا ثلاثه في نص الملعب، العب ثلاثه 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 واحد. بس دي مش مدرسه كابتن حسام، التغيير الكلي ده مش مدرسته، صح كده؟ بص، هو في الاخر خلينا نتفق على حاجه، ان برضه لعيبه منتخب مصر يقبلوا ان انت تقدر تغير الطريقه، لان لعيبه واخدين شغل تكتيك عالي. صح. يعني انا ما بتكلمش مع لعيب، معلش يعني ما بتكلمش مع لعيب عادي. انا بتكلم مع لعيب افضل لعيبه في مصر، صح كده؟ لما وانت شفتها دي يا كريم والناس كلها شافتها في التكتيك بتاع مستر موسيماني مع مثلا حمدي فتحي. ماشي. حمدي فتحي راجل بيلعب ديفندر. صح. لكن لما احتاجه انه يبقى في قلب السردباكين ليبرو يعتبر سردباك ثالث ويمسك الراس حربه، ولما الراس حربه ده ينزل يبقى هو معاه. صح. ولما نبتدي الهجمه يزقه قدام شويه يبقى ديفندر. كل دي تحولات ايمن اشرف. نفس الموضوع، صح ولا لا؟ صح جدا. لعيبه كتير انا اقدر، لانها لعيبه دوليه، مش لسه هقعد اقول للونش لو لعبت الثلاثه. يعني الونش مثلا لما راح منتخب مصر خلاص مع الكابتن شوقي غريب بيلعب لعب ثلاثه عادي. صح. خلاص. صح. مش كده. صح. مع انه في الزمالك بيلعب باربعه على طول. بالظبط كده. فهنا اللعيبه دي بتبقى واخده شغل، اقدر اقول للسوليه احنا هنلعب بثلاث ديفندرات، احنا هنلعب باثنين، لا احنا هنلعب بواحد بس، وهكذا. يعني حتى هي بتبقى بتضايق شويه، تحديدا مجدي قفشه. مجدي قفشه الوحيد اللي لما بتغير التكتيك وتحط على طرف من الاطراف مش في الملعب مش مكانه. صح. صح جدا. صح جدا. لكن ده علشان الامكانيات، هو راجل امكانياته استحواذ ويقف على الكوره ويبقى شايف الملعب كله ويقدر يوصل لاي حد في الجول وما يبقاش فيه سرعات عاليه. الكلام ده على الاطراف يبقى مش موجود. طب الحته اللي فيها حيره شويه كابتن وليد، الحته اللي تحت راس الحربه، يعني قفشه بنسبه كبيره هو صانع الالعاب الاساسي، لكن يمين وشمال زيزو ورمضان، ولا ممكن حسين الشحات يظهر، ممكن مصطفى فتحي يظهر، ممكن اسمي يتغير عن الاسامي اللي احنا متوقعينها؟ يعني برضه لازم زي ما بنتكلم على السردباكات يا كريم، يكون ان السردباكات مناطق، يعني الوينش بيلعب شمال مستريح اكتر. حلو. ايمن اشرف بيلعب مستريح اكتر شمال. واخد بالك؟ حجازي ممكن يمين وشمال، بس شمال اريح له. تمام. نفس الكلام ده على الاجنحه، انت النهارده بتتكلم في مصطفى فتحي، بتتكلم في انت قلت مثلا مصطفى فتحي وحسين الشحات هما اللي بره. يعني حسين الشحات، لا قلت اسم كمان ثالث، زيزو رمضان ومصطفى. ايوه زيزو. انا عندي زيزو وعندي حسين الشحات وعندي مصطفى فتحي بيلعبوا يمين، احسن مكان. برافو عليك. احسن مكان ليهم يمين. صح. يبقى ما اقدرش اجي اخد مثلا اثنين من الثلاثه واقول هم خلاص هم اصل كويسين حطهم في الملعب في اي حته وخلاص. صح. في اي حته. صح. وخلاص. صح. فانا اروح عامل ايه؟ اروح جايب مصطفى فتحي يلعب جناح شمال فيأدي وحش. مش على عدلته. صح. فتيجي انت تقول ايه؟ لا ده كان اختيار خاطئ. ما هنا بقى التفاصيل الدقيقه جدا. عشان كده انا اقول اذا يا مصطفى محمد كان جه، ومصطفى محمد يعني بلغه الكوره كده هو ومحمد شريف الاثنين في التوب فور بتاعهم. انا كنت اشوف انه يلعب براساي حربه وتحتيهم قفشه. حلو. يعني انا كنت افضل ان هو يلعب 4 3 1 2. ماشي. 4 و3 قدامهم يبقى طارق حامد في القلب، ممكن يبقى على يمينه حمدي فتحي والسوليه، ممكن يبقى على يمينه زيزو والسوليه. زيزو يعملها بشكل كويس قوي. وقفشه قدامهم وراسين حربه عشان اضغط على منتخب انجولا. يبقى زي فكره عمرو زكي وعماد متعب. فاهم. الفكره القديمه اللي واحد بيهد الدفاع ومحطه وقوي، وواحد والتاني بيبقى عنده حريه شويه وبيطلع بره منطقه الجزاء شويه وهكذا. بالظبط. يعني لكن انت بتقول مصطفى لسه ما وصلش لغايه دلوقتي. فبالتالي برضو يبقى هنرجع تاني ل 4 2 3 1 بالشكل الطبيعي. المجموعه بالنسبه لك مجموعه في المتناول، ولا الكوره ما بقتش كده؟ هي الكوره ما بقتش كده، واي مباراه صعبه جدا انت اللي بتسهلها وتصعبها على نفسك. صح. ده جزء. لكن الجزء الثاني لا، انا شايف المجموعه سهله، وشايف مجموعه كاس العالم سهله، وشايف ان احنا الطبيعي جدا ان احنا نوصل كاس امم ونوصل كاس عالم طبيعي. بتفق معاك، لان في الاخر انت المفروض يعني كبير القاره. صح. انت بالالقاب وبالارقام وبعدد بطولاتك في كاس امم افريقيا، المفروض ان مصر يعني من المصنفين. احنا دلوقتي بقينا تصنيف ثاني، لكن
مصر من اكثر الفرق اللي مرشحه على طول انها توصل نهائيات وانها تاخد بطوله امم افريقيا. متفق معاك جدا، وطبيعي ان احنا نبقى مرشح الاول للفوز بالبطوله والتاهل لكاس العالم، صح جدا. بالظبط، ده طبيعي جدا. كابتن وليد، يعني انت عارف انا بحب اتكلم معاك في كل الملفات، فبذكر مصطفى محمد والقصه بتاعت جلطة سراي وبوردو، قصه يعني البعض متخوف من انه حتى لو انضم مصطفى انه نفسيا يبقى متاثر بالحكايه دي، فشايف الموضوع ده ازاي؟ ليه؟ بالعكس، لا، مصطفى ماشي خطواته ثابته، وبصراحه الولاد دول كلهم عندهم طموح غير عادي، طموح غير عادي. يعني انا بتكلم مع احمد ياسر ريان مثلا، مصطفى محمد، الكابتن عبد الظاهر بيكلمه، كابتن احمد حسن، لا، الولاد دول طالعين عندهم طموح يعني ما لهوش اي حدود. حلو. فمصطفى ماشي خطوات كويس قوي، اعاره لطنطا، لعب مش عارف طلع الجيش، بعد كده رجع الزمالك كسر الدنيا، طلع على تركيا، ان شاء الله باذن الله خطوه الدوري الفرنسي تكمل على خير. اتقفلت خلاص اليومين دول، بس ممكن تتفتح في يناير، يعني الله اعلم. ممكن تتفتح في يناير، وممكن مكان تاني ممكن يكون طبعا موجود فيه، لو ما كانش يبقى هيكسر الدنيا تاني في الدوري التركي ويطلع تاني. القصه يعني بالنسبه لهم، انا شايف ان الشباب دول كلهم عندهم طموح كبير جدا وما بيتاثروش بالقصص دي. طب بذكر احمد ياسر ريان برضو، انت قلت لي انك بتكلمه، احمد متضايق ان هو مش موجود في المنتخب؟ برضو يعني كان يتمنى طبعا، بس لا، يعني مش متضايق ولا حاجه، برضو هو في الاخر اختيارات الكابتن حسام اللي الله يكون في عونه فيها، لان هو برضو كمان مزنوق بعدد، يعني لازم نعرف ده كده كويس. لكن انا بكلمك كمان على طموحه الشخصي انه يبقى فين بعد كده. طبعا، يعني واحد ما رضيش انه يقعد في النادي الاهلي علشان هيقعد مش هيبقى اساسي بشكل سهل، يعني ممكن ما يبقاش اساسي، لكن راح سيراميكا وكسر الدنيا وطلع من الهدافين، وبعد كده طلع لما جاله تركيا راح على تركيا ولسه طموحه برضه ملوش سقف. صح. كابتن وليد، انا بشكرك جدا على وجودك معايا، وكالعاده بستمتع بالكلام معاك في الكوره، فبشكرك جدا جدا كابتن وليد. حبيبي كيمو، شكرا. حبيبي، ربنا يخليك، بشكرك جدا، صباحك زي الفل. فرصة ذهبية للجيل ده ان هم يعملوا تاريخ جديد لمنتخب مصر بعد تاريخ عظيم عملناه، سواء بالتأهل لكأس العالم، اي نعم بالنسبة لتاريخنا التأهل لكأس العالم كان قليل، لكن تأهل جديد لكأس العالم يضيف ويعمل اسم ويعمل علامة في التاريخ بالنسبة للجيل ده. واكيد كمان فرصة ذهبية لكابتن حسام البدري ان هو يدخل التاريخ مع اثنين من اعظم المدربين المصريين، كابتن محمود الجوهري اللي اهلنا لكأس العالم 90 واللي فاز بكاس الامم 98، وكابتن حسن شحاته اللي فاز بثلاث نسخ من كاس الامم ورا بعض. كابتن حسام البدري عنده فرصه ذهبيه بجيل جيد جدا ان هو يحصد لقب كاس الامم الافريقيه ويتاهل لكاس العالم 22. كل التوفيق لمنتخب مصر بقياده كابتن حسام البدري وجهازه الفني. تعالوا نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا. مرحبا بحضراتكم جديد، ومكملين اخبارنا ونسيب اخبار الاهلي نروح لاخبار الزمالك. محمود علاء بلغ الوكلاء اللي كانوا في الفتره اللي فاتت بيتكلموا معاه على بعض العروض من السعوديه ان هو مش عايز يمشي، ان هو مكمل في الزمالك وان هو قاعد في الفتره اللي جايه ومفيش اي تفكير في الرحيل. محمود علاء في الفتره اللي فاتت خرج من التشكيله الاساسيه واصبح الونش وعبد الغني هما الاثنين الاساسيين، لكن ده مش معناه ابدا انه علاء مش موجود في حسابات كارتيرون. الراجل بيتكلم دايما في كل اعداداته بانه عنده ثلاث مدافعين بيثق فيهم ثقه كبيره جدا، الونش وعبد الغني ومحمود علاء، وعشان كده هو طلب مدافع رابع، وزي ما قلنا من يومين ثلاثه هو في الاغلب هيكون محمود شبانه مدافع اسوان، اللي يعني خلاص الامور بتفصله، يعني حاجات بسيطه قوي بتفصله عن الانضمام للزمالك. انما في كلام كتير قوي على الميركاتو الصيفي، خناقات وتصريحات واشاعات، لكن في صفقات كتيره خلصت في كل الانديه واكيد هنعدي على ده سريعا. لكن مجلس الزمالك بيشكل لجنه لتجديد عقود اللعيبه اللي عقودها قربت تخلص، لجنه بتضم كل من فاروق جعفر، هاني بيرزي، حسين السيد. مهمه اللجنه دي هتكون ملف التجديد لعيبه الزمالك اللي بتنتهي عقودهم الموسم اللي جاي. ابرز اللعيبه اللي بتنتهي عقودهم اشرف بن شرقي، ابو جبل، وطارق حامد. اشرف بن شرقي في كلام على انه في انفراجه يعني ستعلن قريبا في موضوع المفاوضات ما بينه وما بين نادي الزمالك، وطبعا ده خبر بيستناه كل جماهير نادي الزمالك، واللي من خلال مصادرنا جوه بيتقال انه الامور ايجابيه حتى لو ما تمش الاعلان يعني عن تفاصيل، لكن الخلاف حاجات بسيطه او الاختلاف في وجهه النظر بسيطه مش كبيره يعني.
لكن كمان في وسط الصفقات الكتير الجديدة بتقال بأنه طبعا، وده كلام انتشر جدا بين الجمهور وعلى الصفحات وعلى كل المواقع، بأنه عبد الله السعيد في تواصل مع إدارة الزمالك. في تواصل زي ما قلت لكم، حصل جس نبض وعبد الله موافق جدا على الرحيل، لكن إدارة بيراميدز هي اللي عايزة تستفيد استفادة مادية كبيرة في انتقال عبد الله للزمالك، وده معناه انه الزمالك مش ضامن قوي فكرة عبد الله السعيد وانضمامه، وبالتالي رفض تام لرحيل اوباما. اوباما كان عنده كلام مع الحزم السعودي، والناس جم قعدوا هنا في القاهرة مع مسؤولي الزمالك، واوباما على فكرة يعني اتقال في الاول ان هو كان مصر وبتاع، لكن ده كلام مالوش اي اساس من الصحة. اوباما ترك الامور بنسبة 100% لمسؤولي الزمالك، قال لهم انا معاكم، عايزين تودوني انا موافق اعارة سنة، مش عايزين تودوني انا قاعد ومبسوط. اوباما في حسابات كارترون جدا، هو صانع الالعاب المهم بالنسبه له. في شيكابالا، في كلام على انضمام يعني احد اللاعبين في المركز ده وعلى راسهم عبد الله، لكن اوباما مستمر في الزمالك ومفيش اي حاجه ليها علاقه برحيله. الميركاتو زي ما قلت لكم في كلام كتير قوي على صفقات بتتم وتمت، الاعلان لسه ما حصلش على شويه لعيبه، لكن الاعلان على بعض اللعيبه الثانيه حصل. لكن في انديه مستمرة في تدعيم صفوفها، وكنا بنتكلم على فاركو من كام يوم، دعموا صفوفهم ببعض اللاعبين المهمين جدا. عبد الله بكري مدافع بيراميدز خلاص، احمد عبد العزيز او مودي مدافع المقصة خلاص، وطبعا رزقي حمرون الجزائري خلاص، سوكاري الهاف ديفندر خلاص، وفي محمود عماد ده هاف ديفندر من بتروجيت خلاص، وفي اسامي كتيرة تانية في الطريق، عمرو جمال غالبا بيخلص خلاص. انما في حركات في اندية اخرى ابتدت تحصل، يعني مثلا البنك الاهلي بيتحرك بقوه في خريطه الانتقالات، وابتدى يعرض عروض كبيره، وابتدى يضم اسامي مهمه، وبيقال بانه تفوق على بيراميدز في صفقه انتقال يعقوبه ظهير ايسر وادي دجله لصفوفه. كان في كلام من بيراميدز وكان في كلام من البنك الاهلي، وبيقال بانه البنك الاهلي تفوق على بيراميدز في الصفقه دي، وانه سيتم الاعلان رسميا عن انضمام يعقوبه في الايام او في الساعات القليله القادمه. باك شمال مهم جدا ومميز جدا في الدوري، بل وان هم عرضوا كمان على دجله، احنا عايزين محمد هلال، واحد من اللعيبه المهمه جدا في تشكيله دجله، واللي ارتبط اسمه بالزمالك في الفتره الاخيره، وقيل في الكواليس كده بانه الزمالك جس نبض ماجد سامي رئيس نادي وادي دجله في 4 لعيبه، صفقه بتقدر ب 30 مليون جنيه واربع لعيبه اتطلبوا، لكن ده بشكل ودي في خلال مداخله تليفونيه. انا بجيب لك حاجات كده من جوه مش رسميه لسه ما اتعلنتش، لكن الزمالك طلب في مداخله تليفونيه من فتره 4 لعيبه، هلال وعبد العاطي ومحمود مرعي ورضا، لكن الامور يعني اتفشكلت شويه، لان كل دجله تقريبا عندهم عروض في الدوري ممتاز. بيراميدز دخل ياخد ناس، فاركو دخلوا ياخد ناس، البنك الاهلي دخلوا ياخدوا ناس، انديه كتيره جدا، وحتى الاهلي دخل ياخد احمد شريف وكريم الدبيس، في انديه كتيره جدا طلبت لعيبه دجله، ودجله على فكره عندهم اتجاه لبيع تقريبا كل النجوم اللي هيجي لهم عروض عشان يقدروا يصرفوا على الفرقه في القسم الثاني ويرجعوا مره ثانيه للقسم الاول. هنقف هنا ثانيه وهنرجع ثاني اكيد للانتقالات والخريطه الخاصه بالميركاتو، لكن ناخد واحد من المدربين الكبار جدا في مصر، مدرب منتخب مصر السابق كابتن ضياء السيد. كابتن ضياء برحب بيك وسعيد بوجودك معايا. ازيك يا كيمو؟ اخبارك ايه يا كابتن؟ كله حلو؟ وعشنا يا كيمو، ربنا يخليك يا كابتن. اخبار الدنيا ايه؟ كله حلو عندك؟ كله زي الفل جميل. خليني اسالك كده، بما انك يعني واحد من المدربين الكبار، في لقاء زي ده تلعب بالطريقه المعتاده ولا ممكن تغير حاجه، ولا ما بقاش فيه في الكوره الجو بتاع المفاجآت والحاجات دي؟ حسام ما عندوش اريحيه للكلام اللي انت بتقوله، التغيير والتغيير محتاج تجارب. والتجارب منعدمه، والاجندات الدوليه اتلغت كلها. صح. حسام بيجي على الماتش الرسمي. بيجي هو ولاعيبته على الماتش الرسمي. دوري خلص 27/8. اول ماتش يوم 1. يعني بتمرن اللعيبه في المختص وفي الساونا. صح. ويا دوبك تديهم محاضرات نظريه. انت يعني اي حد عايز يحلم او اي حد عايز يجي يقعد يحط ارقام ويرسم ونطلع من ورا اليمين ومن تحت الشمال، ستوب، مفيش الكلام ده. يعني ده كلام للشو وكلام اكيد انت هتجيب ناس محللين شاطرين، دايما انتوا بتجيبوا محللين شاطرين الولاد الشباب الصغيرين، هقول يقولوا الكلام ده، بس الظروف اللي فيها التيم والظروف اللي فيها الفرقه ملهاش علاقه بكل ده. احنا بنتكلم في وادي
او كل الناس اللي بتطلع بتتكلم في وادي وفي حتت وفي خطط وفي افكار، الواقع غير كده. الواقع يعني ما فيش واقع في فرقه منتخب لعبه تجارب، لعبه مباريات، الدوري بتاعها بيخلص بفتره واللعيبه بتاخد راحه، ما بتلعبش تحت ضغط. انا عارف ان انا بقول كلام مكلكع او كلام، بالعكس بس هو كلام ده بس كلام منطقي جدا يعني، صح؟ هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه. فاحنا نطلب ان احنا نكسب ان شاء الله باذن الله، نطلب انه على الاقل لعيبتنا المجهده جدا دي ناخد في الجزء الاولاني منها احسن حاجه، والمكسب يا رب ان شاء الله يجي بدري، لانه كل ما نتاخر احنا ما عندناش العضله الفريش اللي صح تقدر تتحط صح تحت ضغط دلوقتي في صح الوقت ده، ما عندناش ده. ما عندناش اغلبهم عندهم ده، هم اغلبهم جايين من اوروبا، واوروبا الدوريات هناك منتظمه وخلصت بقالها فتره وحاجات كده، فيعني الامور بالنسبه لهم احسن. في ناس مش جايه معاهم برضو عشان بالزبط موضوع الريد زون وكورونا، يعني العمليه محتاجه ان احنا ندي عقلنا للجهاز الفني وللعيبه، لان مفيش ظروف، كل اللي احنا بنلعب فيه ده مش ظروف طبيعيه. صح. وانا عارف انه اي حاجه هتطلع فيها هنشتغل تقطيع وكل حاجه، لكن كالعاده يعني، لكن الظروف اللي احنا بنلعب فيها دي، احنا اخر دوله في العالم خلصت الدوري. صح جدا. واخر دوله في العالم عندها لعيبه خدت علقه اجهاد. علقه كله خد علقه سنين اجهاد. يعني سنين متواصله من المسابقات يعني. ثلاث سنين متواصلين علقه اجهاد، الدوري خلص وبعد بكره الماتش كاس العالم. فاتمنى ان المباراه تعدي على الاقل في اول في النص ساعه الاولانيه بسلام ان شاء الله، ونقدر نحسم فيها، عشان كل ما هتخش في العمق وكل ما هتبقى طبعا مع التبديلات الى حد ما تشيل شويه، لكن العمليه برضو ظروفها صعبه يعني، فلازم نوضح ده للناس ان الظروف صعبه. صح. بس طب كابتن ضياء يعني ما بقولش حجه يعني، لا انا فاهم، بس الناس اعتقد انها عارفه ده كويس جدا، انه الدوري لسه خلصان من 3 ايام، فيعني اكيد الناس فاهمه ده كويس. لكن خليني اقول لك برضو، هل المدرب ممكن يبني تشكيلته بناء على مين مجهد ومين مش مجهد قوي؟ طبعا. يعني النهارده ممكن يغير بناء على ده؟ ممكن طبعا، لكن هو هيستفاد بكل النجوم اللي هي مأديه بشكل كويس في اخر 5 ماتشات مع فرقها. حلو. يعني ما قفشه مجهد جدا مثلا. ما يقدرش يقعده. انت فاهم قصدي؟ في كذا واحد مجهد جدا، الناس اللي لعبت من اكتر الناس اللي خدت دقايق. صح. انت واخد بالك؟ طارق حامد من اكتر الناس اللي خدت دقايق. صح. هيقدر يستبعد دول؟ لا ما يقدرش. لا صح. لكن يقدر يقعد مثلا عبد الشافي. ويلعب فتوح. صح. الفروقات. عبد الشافي عامل موسم هايل وعامل ماتشات هايله وانضم بناء على ده، لكن ممكن هو عشان الجزء الاولاني عايز عمليه حيويه فيها حيويه يلعب فتوح. انت واخد بالك؟ ممكن يعمل الجزء ده. حجازي ماشي منتظم بشكل كويس في الدوري بتاعه جدا، ما شاء الله، والامور الحمد لله كويسه. حتى لو كان الونش مجهد، لا هيكون موجود ان شاء الله باذن الله. يعني نفس الكلام بيتعمل مع سولية اقل شويه، لانه كان بيتعمل معاه روتيشن في النادي ما بينه وبين حمدي فتحي وقال يعني. صح. فشريف بعتقد انه في فتره الاصابه خد شويه راحه ممكن تفيده بشكل كويس. زيزو كان مضغوط نفس، لكن هو وحسين الشحات مضغوطين، لكن حالتهم كويس. حلو. يقدر يعمل معاهم روتيشن مع رمضان. فلا طبعا ما يقدرش حد محطوط تحت مظله الاجهاد يستبعده اذا كان في مكانه مهم يعني. طب التشكيله من وجهه نظر حضرتك النهارده، يعني الشناوي لحراسه المرمى، الاثنين المساكين الونش وحجازي، فتوح شمال، فتوح مين بقى باك يمين؟ انا سمعت انه اكرم اتصاب. اكرم اتصاب واستبعد خلاص. احمد جه مكانه. عمر برضه تعبان. مش سليم. بعد جاب احمد توفيق، فهو هيلعب باهر. هيلعب بباهر ولا باحمد توفيق؟ بعتقد انه هيلعب بباهر. يعني بعتقد انه هيلعب، مع ان باهر بقاله مثلا 3 سنين ما لعبش بكرات نام، وبقاله حتى لما رجع من الاصابه بيلعب مساك، فيعني هيبقى صعب النهارده ولا ولا ممكن يعملها؟ ممكن هو يفاضل حسام حسب الحاله. خد بالك انه توفيق انضم امبارح بس. يعني يا دوبك انضم امبارح، يعني حتى عمل الدايره ما عملش التمرينه، يعني تمرينه ما التمرينه الرئيسيه ما حضرهاش يعني. هو لعب مع حسام قبل كده بقائد في ماتش بره. بالظبط كده. فيعني الموضوع سهل يعني، يقدر. والسوليه وطارق حامد. السوليه وطارق.
اوكي. وطبعا قدام بقى في بقى حسين وشريف و طب مين تلعب بمين؟ عندك ناس كتيره جدا في الحته دي. في زيزو ورمضان ومصطفى فتحي وفي مصطفى لا انا ما انا مش عايز انا اقول انا وانت لا تلعب بمين؟ يعني تلعب قفشه ومحمد شريف ماشي في مكانهم. قفشه نعم. ومحمد شريف تقريبا في مكانهم خلاص، لكن يمين وشمال تلعب بمين؟ انا اعتقد انه حسام يعني هيحط الحاجات اللي فيها يعني زيزو عشان يعمل كمان الواجب دفاعي، لانه الشوط الاولاني على الاقل فرقه انجولا هتبقى بكامل الخطه. فهو محتاج جهد كبير جدا، ده الجهد ده بيعمله حسين وبيعمله اكتر واحد بيعمله في النواحي الدفاعيه زيزو. زيزو بالظبط كده، يعني بيعمل الاثنين. حلو. حسين بيسجل اكتر في النص القدماني، لكن اقل سنا في الناحيه في الامور الدفاعيه. طبعا مصطفى ناحيه هجوميه طول الوقت، لانه احمد سامي اداله حريه كبيره جدا، وكان عفيه يعني مطلعه بره الحته في سموحه تسمح بده. صح، في سموحه تسمح بده، تقدر مع المنافسين اللي بيلعبهم تقدر ده، ودي حاجه كويسه انه كان واخد يعني احمد سامي كان عاملها، انا بحبها، كنت يعني كنت بعملها مع صلاح في المنتخب، بقول له ما ترجعش انت مالكش دعوه بالرجوع خالص. صح، وكنا بنكلف ناس ثانيه اللي تعمل ده. حلو. فمصطفى بعتقد انه هيخليه يكون الفرقه الانجولا فقدوا جزء من الطاقه، فمهارات مصطفى تنفعنا في كتبديل بشكل كويس. حلو. هي القصه في انه ناحيه الشمال، ناحيه الشمال هتحط حسين، حسين ساعات بيلعبها بس مش كتير. رمضان ابتدى خد اجازه وابتدى تمرين متاخر شويه. صح صح. لكن انا في الطبيعي اجهز واحد رمضان. يعني واحسن حد على العدله دي. صح، هي حتته صح، وحتته وهو وفتوح كمان شغالينها في المنتخب كده. الاولمبي حافظين بعض بالظبط كده وشغالينها بشكل كويس، فنتمنى انه اللي يلعب ان شاء الله يخلص لنا الموضوع في نص الساعه الاولانيه علشان ما ندخلش في متاهه. يعني يا مسهل يا مسهل. كابتن ضياء، يعني كالعاده كلامك دايما موزون وحلو، بشكرك على وجودك معايا وصباحك زي الفل. بشكرك يا كريم وربنا يوفقك يا حبيبي. بشكرك شكرا جزيلا. كابتن ضياء السيد واحد من المدربين الكبار في مصر، وكلام عن التشكيله وبتفق معاه الحقيقه. رمضان على عدلته، وزيزو الناحيه الثانيه، وقفشه في النص، ومحمد شريف مهاجم، طارق والسوليه. يعني هو الخلاف يمكن يكون في ظهير الايمن، لكن بنسبه كبيره احمد توفيق، لانه باهر زي ما اتكلمنا ما لعبش الحته دي بقاله كتير، وحتى لما رجع من الاصابه بيلعب سنتر باك، بيلعب مساك في الاسماعيلي، وبالتالي هو بيلعب باك يمين طبعا، لكن ممكن يبقى احمد توفيق هو الاقرب. فالتشكيله المتوقعه ممكن تبقى محمد الشناوي، الونش وحجازي، فتوح واحمد توفيق، طارق والسوليه، قفشه، زيزو، رمضان، ومحمد شريف. قد يكون في تغيير او اتنين بالنسبه، ده متوقع يعني، الناس بنتكلم على توقعات، لكن كابتن حسام اكيد ادرى مننا بحاله اللعيبه، مش بس الحاله الفنيه والبدنيه، لكن كمان الحاله النفسيه. زي ما كابتن وليد قال من شويه في التليفون، الحاله النفسيه ممكن احنا كناس بره المعسكر ما نبقاش واخدين بالنا ان فلان نفسيا متاثر بحاجه، فعلان جاي مش اللي هو، فلان مش مركز، الحاجات دي كلها المدرب بيبقى ادرى مننا. بتشوف التغييره تقول ايه ده، ازاي الراجل ده يبقى في الملعب وده على الدكه، لكن هو كمدرب بيبقى دايما عنده وجهه نظر، هو اقرب مننا للمشهد، هو جوه المطبخ. فنستنى ونشوف ونتمنى التوفيق. وناخد برضو كابتن سمير كمونه، واحد من نجوم منتخب مصر الكل، معاه المنتخب النهارده. كابتن سمير صباح الفل. صباح الفل يا كيم، اخبارك ايه يا حبيبي؟ كله زي الفل، وانت كمان اخبارك ايه؟ كله حلو عندك؟ كله زي الفل الحمد لله. معلش الصوت بيروح ويجي بعيد شويه كده، نستحمل بعض بقى. لا انا معاك ومستحمل عادي، مش مشكله. كابتن سمير سعيد الاول بوجودك معايا، وخليني اسالك كده على اللقاء النهارده. لقاء بالنسبه لك مطمن؟ حاله اللعيبه البدنيه، الدوري لسه خلصان يومين ثلاثه، المنتخب الانجولي ما هوش منتخب يتقال عليه منتخب ضعيف، لكن في نفس الوقت يتقال عليه منتخب في المتناول، فشايف البدايه ازاي؟ اكيد طبعا متفق معاك جدا، بس انا بقول ان منتخب انجولا من المنتخبات القويه. تملي بيفاجئك، عامل زي يعني عارف موج البحر كده، غدار ما تعرفلوش بقى هنا غريق هنا. انت شكلك في الساحل ما تعرفلوش حاجه يعني، على طول ايه متقلب يعني في النادي. فمن المنتخبات المتقلبه، مره مستواها عالي جدا ومره مستواها متوسط، يعني مش مستواها مش ثابت، فممكن تفاجئك من المنتخبات فعلا اللي هي تحترم، فاهم؟
فانا شايف ان المنتخب الوطني طبعا الفتره اللي فاتت طبعا شايف ان الدوري طبعا اثر على لعيبه كتيره جدا من حته الاجهاد، واثر على لعيبه النادي الاهلي بالاخص ان هم طبعا كل 3 ايام ماتش، فدي كابتن حسام ما كانش حاببها لان هو كان محتاج اللعيبه تبقى مريحه ويقدر يبقى عنده فتره ارتياحيه ان هو يبقى فيه تاقلم اكتر مع اللعيبه، وان المنتخب بقاله فتره بيتجمعش يا كريم وما بيلعبش ماتشات وديه. يمكن أيوة. المنتخب الوحيد على مستوى العالم ما عملناش معسكر او عمل لنا ماتشات دوليه وديه، فدي مشكله جامده جدا بتواجه كابتن حسام. وخوفي ان هي تاثر على المنتخب الوطني في مباراه انجولا، ده خوفي الوحيد. حلو. عدم التجانس واللعب مع بعض دي مهمه جدا. فانا انا انا يعني هنلعب على القديم، عارف، على الخبرات بقى، اللعيبه الخبرات اللي خدتها في الدوري، واللعيبه الخبرات اللي لعبت في منتخب اللي كده زي حجازي وزي طارق حامد وعبد الشافي وكل اللعيبه اللي والشناوي محمد شريف وقفشه، كل اللعيبه النجوم اللي موجوده بخبراتها النهارده هتفرق قدام فرقه انجولا. ده الحل الوحيد اللي هيلعب عليه الكابتن حسام، ودي مشكله انا من وجهه نظري، انا شايفها على حسب رؤيتي ان هي تبقى مشكله للكابتن حسام ان هم ما لعبوش مع بعض ماتشات دوليه، فدي ممكن تاثر على المستوى الفني والبدني على المنتخب. لكن الحل الثاني ان انا بقول ان لعيبه المنتخب لو ظهرت بصوره كويسه تلعب بخبراتها بقى وبتوجيهات الكابتن حسام، بس هي دي المشكله اللي ممكن تقابلنا النهارده. كابتن سمير، يعني عاده انت في التصفيات يعني ان شاء الله باذن الله نكسب البدايه ان شاء الله، حلو انها كمان على ارضنا وده يسهل شويه من المهمه، لكن خلينا نقول انه علشان تتاهل للدور الحاسم يعني والتصفيات النهائيه عليك انك تكسب وتتاهل او تتصدر المجموعه، فبالتالي انت محتاج اكبر عدد من النقاط. هل كابتن حسام بالتشكيله دي بالاجهاد بالغيابات الفوز خارج الديار مفيش تهاون فيه؟ يعني قصدي انه كابتن حسام هيبقى مدي تعليمات كمان هجوميه جدا للعيبه في ماتش مثلا الجابون بره او في ليبيا بره او في انجولا بره انك لازم تنزل تكسب، ولا لا انا اكسب الثلاثه على ارضي واخد نقطه ولا 2 ولا 3 من الماتشات اللي بره وربنا يسهل؟ بالنسبه لك شايفها ازاي في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم عليها؟ انت لا بتتمرن كتير ولا بتعسكر كتير ولا بتعمل ماتشات وديه وعندك لعيبه مجهده وعندك غيابات، الماتشات اللي بره مصر شايفها ازاي؟ اللي بره مصر بتبقى اكيد اصعب من اللي جوه مصر طبعا، يعني التملي الماتشات اللي بره بيبقى ليها حسابات خاصه، انت عارف الاجواء بتبقى حاره جدا واحنا في الصيف وافريقيا صعبه جدا بقى، وحر الصيف يعني في افريقيا بالذات عن تجربه، واللي انا يعني خطها مع المنتخب الوطني بنروح قبليها ب 48 ساعه و يعني 3 ايام ممكن بتعود على الجو وتقدر تتمرن تمرينتين على الملعب اللي هتلعب عليه، لا الامور بتبقى صعبه جدا بيبقى لها حسابات خاصه. انما برضو خلينا نتكلم على الماتشات اللي هي بتساعدك تلعب بره اللي هي على ملعبك او بدايه البطوله او بدايه الماتشات الانطلاقه بقى هنا من مباراه الجابون، بقول مباراه مهمه جدا هي اللي هتساعدك ان انت تكسب بره. طول ما انت بتكسب واول مجموعه وعندك مثلا ارتياحيه وعندك ثقه من لعيبه المنتخب بتديك ثقه جامده جدا للمباراه اللي بعد كده اللي تبقى او المباريات اللي بره، فالبدايه مهمه جدا. انا عارف ان بعض الماتشات اللي بتبقى بره زي ما انت ذكرت ماتشات اللي هي هتبقى انجولا والجابون وليبيا مفيش شك ان هي هتبقى صعبه جدا، لكن اتكلمت انا في نقطه مهمه جدا، خبرات اللعيبه اللي عندنا في منتخب مصر لعيبه دوليه وخدت التجربه دي اكتر من مره سواء تصفيات امم افريقيه او كاس عالم، فدي هتساعدك ويبقى عندك يعني ارتياحيه كويسه جدا بالنسبه للكابتن حسام البدري ان هو يعتمد على اللعيبه الخبرات خصوصا الماتشات اللي بره. لازم كمان الماتشات اللي بره رقم واحد ما يخش فيها جول، يعني من نواحي الدفاعية لازم اكون مأمن نفسي كويس جدا ورابط مع الشناوي او اي حارس هيبقى موجود في الماتشات اللي بره، فدي هتديني ارتياحية جامدة جدا وطمأنينة كمان لنص الملعب والفرد ان انا اجيب جون واقدر امن المباراة واطلع لبر الامان على الاقل اكسب 1-0. يعني بعض الماتشات ما تغلبهاش عشان ما تأثرش عليا في عدد البنود بعد كده في جدول المجموعة،
فدي نقطه مهمه جدا. ما هو ده سؤالي ليك بقى يا كابتن سمير، يعني انت في الماتشات اللي بره دي لازم تلعب على الفوز ولا تلعب على عدم الخساره؟ فلو جيت تعادل خير وبركه، لو جه الفوز يا سلام، لكن قصدي ان انت ممكن يبقى عندك احتمالين. في مدربين يقول لك لا انا ما عنديش احتمالات انا هكسب بس، وفي مدرب يقول لك لا والله انا ممكن اتعادل كمان مفيش مشكله. بص، الماتشات بطولة افريقيا على المستوى الشامبيونز ليج الافريقي غير ماتشات المنتخب. فهنا ده مستوى غير المستوى. مثلا ايه في دوري المجموعات في افريقيا يقول لك اتعادل بره اكسب على ملعبي اصعد. لا، في ماتشات انت محتاج ان انت تكسبها بره ملعبك في تصفيات افريقيا او تصفيات كاس عالم، في ماتشات دول افريقيه بره على ملعبهم بتبقى صعبه جدا. فانت لازم تعمل سيناريو للمباريات اللي بره، على الاقل على الاقل انا ما اخسرش. فممكن يعني تتعادل. انا لو كسبت تمام، ما عنديش مشكله مع الماتشات بالظبط. انا يعني اكسب الثلاث ماتشات اللي على ملعبي واخطف ماتش بره واتعادل ماتشين، يعني حتى لو اتغلبت مباراه لا قدر الله بره وكسبت ماتش وتعادلت الماتش خلاص اصعد. ما عنديش مشكله. هو ده السيناريو اللي ممكن يحصل، انما لو رحت العب على التعادل هخسر. دي مشكله جامده جدا. انا ما بقاش اللعيبه عندها باور وعندها الدوافع. الدوافع على المكسب، ان هي لازم تكسب ومن اول دقيقه ما كسبتش ما فيش مشكله، بس ما اخسرش. يعني انا بتكلم في نقطه مهمه جدا يا كريم، والواحد خد يعني التجارب في الحاجات دي وهو لعيب. يعني كنا متعود مع كابتن جوهر على طول تكسب على ملعبك، وفي ثلاث ماتشات تكسب واحد منهم وتتعادل وتتغلب المباراه يبقى انت صعدت. هو ده يعني عملت يعني حاجات كويسه جدا من حيث النتيجه والاداء. فدي وجهه نظري الفنيه، بقول ان كابتن حسام الثلاث مباريات اللي بره يكسب مباراه منهم، ولو قدر الله في تعثر في مباراه تعادل بكل ارتياحيه ممكن نوصل مستريحين قوي. طب السؤال هنا بقى، انت دلوقتي بنتكلم على موقف مصر لما تطلع تلعب بره، لكن الثلاث فرق وهم جايين لك هنا القاهره، هل بيبقى في حد منهم ممكن يبقى طمعان فيك انه يكسبك، ولا برضه عايز يطلع بقى للخسائر لو خد نقطه هيفرح؟ اكيد طبعا، كل المنتخبات اللي في العالم مش الافريقيه بس بيبقى لهم دوافع وليهم اهداف، ان هم كل مباراه وكل مدرب عايز يكسب، ما حدش عايز يخسر. لكن على حسب قوه المنتخب اللي هيلعبك انت برضو بتقدر ان انت تذاكره كويس جدا لكل الناس بتبقى جايه. وارد ان الكوره ممكن اي فرقه تخسر على ملعبها او اي منتخب يخسر على ملعبه، لكن لازم انا اكون محترم الخصم طبعا وعارف نقطة القوة ونقطة الضعف، ولازم أقابل كل الظروف اللي هتقابلني والسيناريوهات اللي هي بتبقى موجودة في المنتخبات اللي هتلعبني على ملعبي. في لعيبة بتبقى عندها سرعات ممكن تفاجئك، ممكن في لعيب بيشوط كويس من بره 18 لازم يخلي بالي منه، لأن الخطفة هنا بتبقى مشكلة في الماتشات الإفريقية. لو قفل ولعب زون ديفنس ولعب على المرتدة هتصعب عليك الأمور جدا. صح. لكن أنت لما بتلعب على ملعبك بكامل نجومك عندك حلول هجوميه، عندك لعيبه محترمه جدا، عندك زيزو، عندك محمد شريف، عندك قفشه، الشحات. قول لي طب التشكيله المتوقعه قبل ما نختم، قول لي التشكيله المتوقعه من وجهه نظرك. الفارق يعني ممكن محمد الشناوي باك رايت، باهر المحمدي، حجازي، الونش، اتنين مساكين، فتوح ناحيه الشمال كباك ليفت، اتنين ديفندرات في السوليه وطارق حامد، وقفشه رقم 10 او بلاي ميكر، وفي اتنين وينجر طبعا على اليمين ممكن طبعا زيزو ورمضان صبحي ومحمد شريف في رود صريح. جميل كابتن سمير، انا بشكرك جدا جدا على وجودك معايا، واحد من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر الكبار، بشكرك على وجودك معايا وصباحك زي الفل. غالبا اجماع على التشكيله المتوقعه على منتخب مصر، الشناوي لحراسه المرمى، الونش وحجازي، فتوح باك شمال، طارق والسوليه اثنين هاف ديفندرز، وبعدين قفشه وزيزو ورمضان ومحمد شريف، الخلاف يمكن على الظهير الايمن، يعني ناس قالت احمد توفيق، ناس قالت باهر المحمدي، لكن خلينا نشوف صاحب وجهه النظر الرسميه والحاسمه كابتن حسام البدري هيقول ايه. بعد الفاصل استقبل كابتن امير عبد الحميد حارس مرمى النادي الاهلي السابق ومدرب حراس المرمى في السكه الحديد الحالي، نتكلم معاه في حاجات كثيره جدا، خليكم معانا.
برحب بحضراتكم من جديد. واحد من نجوم النادي الاهلي واللي نشط في اكتر من نادي في الدوري المصري كابتن امير عبد الحميد. برحب بك امير وصباح الخير. حبيبي يا كريم صباح الخير. الحمد لله كله تمام. تعالى نبدا مع بعض كده بالموضوع الاهم. النهارده ماتش انجولا افتتاح تصفيات كاس العالم، عندنا غيابات مهمه، عندنا اجهاد، وبالتالي كابتن حسام عنده حيره. يعني اكيد الناس مش قادره تدخل قوي في تفاصيل الافكار اللي جوه دماغ الراجل، لكن هو عنده حاجات كتيره جدا عقبات يعني في ان هو يبقى بيكاتش ان هو مرتاح. فالاول كابتن حسام، الحاجات اللي في دماغه دي كلها، الاجهاد والغيابات وبدايه الموسم واصل اللعيبه مضغوطه واصل تخليه النهارده يغير تفكيره اللي احنا كلنا عارفينه، ولا لا كابتن حسام ما بيغيرش؟ والله يا كريم انا بصراحه كابتن حسام يعني انا شايف ان هو يعني بيبقى حظ وحش في معسكرات المنتخب دايما، لما بيكون مثلا عنده معسكر او عنده حاجه بتلاقي فيه غيابات مؤثره، بتلاقي ظروف منعة زي ظروف صلاح مثلا والنني، بتلاقي اصابات كتير، بتلاقي اجهاد. فطبعا هو معذور جدا لان هو وضعه غير طبعا الانديه، لان هو بيجمع اللعيبه المميزه المحترفين او الانديه اللي هي اللعيبه اللي بتشارك مع الانديه. فبالتالي لما بيجيله خلصانين زي ما بيقولوا، في ناس مجهده، في ناس اصابات، فالله يكون في عونه. لكن هو كابتن حسام طبعا عنده خبره كبيره، والجهاز الفني طبعا عنده خبرات، وبيقدر كابتن حسام يعدي من المواقف اللي زي دي. وبالعكس كابتن حسام الحاجات دي بتدي له حافز كبير، وبتدي له يعني تركيز اكبر، واكيد بيعمل اجتماعات مع اللعيبه، ان المنتخب بيضم لعيبه مميزه، فطبيعي ان اي حد بيبقى جاهز انه يشارك. في غيابات مؤثره اكيد، بنلعب تصفيات مهمه جدا ومؤثره، لازم اللعيبه كلها تكون موجوده. يعني طبيعي غياب صلاح اكيد مؤثر جدا، والنني ناس محترفه، في لعيبه مصابه، في لعيبه زي اكرم اتعور امبارح، في عمر جابر تعبان، محمد مجاش، يعني فانت عندك لعيبه، لكن هو عنده يعني قوام اساسي، الناس الاساسيه اللي موجوده مع المنتخب. عندك لعيبه مميزه كانت موجوده مع المنتخب الاولمبي موجوده، الناس اللي هي بتأدي بشكل كويس. كابتن حسام عنده رؤيه وعنده عين كويسه ان يقدر يجيب لعيبه مميزه، لكن هو في ظروف صعبه وفي وقت قليل جدا. قادر طبعا كابتن حسام والجهاز الفني ان هو يعمل تشكيل مميز النهارده، ودي البدايه ان شاء الله. بنتمنى له التوفيق، وبتمنى طبعا الجهاز التوفيق، وان شاء الله يعني يعملوا نتيجه كويسه ان شاء الله. بحيث ان انت طبعا كل ما بتكسب في البدايه في المجموعه اكيد بتفرق معاك، ما تبقاش مضغوط بعد كده، لان ما تضمنش الظروف بعد كده. تحديدا اول ماتشين دول لما بتكسبهم الامور بتتسهل لك يعني. اكيد اكيد يا كريم، لان انت عندك يعني مجموعه صعبه، وعندك غيابات زي ما قلت لك. اكيد طبعا يعني ناس كتيره من المصريين شايفينها لا مجموعه كويس في المتناول. في الكوره ما تقدرش تتكلم في حاجه زي كده يعني. الكوره كل الناس بقت شبه بعض. عندك انجولا فيها لعيبه محترفه، زمان كان بيبقى في واحد او اتنين وكان بتحسب فلافيو محترف وجيلبرتو، النهارده بتلعب كل بتلاقي كل الناس محترفه في اوروبا. بقيه المجموعه كلها الناس عندها لعيبه مميزه، عندهم امل، اكيد عاملين الف حساب لمنتخب مصر طبعا. اسم كبير في افريقيا وبطل افريقيا، وعاملين نتائج كويسه جدا، عندنا لعيبه مميزه على المستوى العالم، حتى المستوى المحلي يعني. الاهلي والزمالك مش فرقتين قليلين في افريقيا بالظبط يعني. الاسمين طبعا، اسمين النادي الاهلي ونادي الزمالك اسمين كبار جدا في افريقيا، وناس بتلعب بتاخد افريقيا فانا شايف ان المجموعه على الورق المرشح الاول، بس انت في مجموعه مش سهله. مش سهله لا، انا شايف ان يعني من الاسماء والفرق يعني مفيش حاجه سهله دلوقتي. وظروف عامه على المستوى العالم بتفرق جدا، ظروف كورونا، اصابات، ما تضمنش مين اللي جاهز. زي ما احنا عندنا هم دلوقتي اكيد كانوا عاملين الف حساب لصلاح والنني وكل الناس اللي موجوده. هو الراجل قال صلاح غايب من عندكم والنني، بس انا كمان غايب من عندي 12 لعيب، فهو برضو عنده غيابات كبيره عنده. بس انت ما تيجي تبص لصلاح والنني، لا حاجه تانية طبعا، حاجه كواليتي تاني خالص. هو لازم يقول كده، لان اكيد طبعا غياب صلاح اكيد بيخليه يعرف ينام كويس، اكيد. والنني نفس القصه، لان هو اكيد صلاح مع المستوى العالمي معروف جدا. واعتقد ان صلاح كمان لو كان معانا في المنتخب الاولمبي كان هيفرق كمان تسويقيا في الاولمبياد، في اليابان تسويقيا، غير المستوى طبعا اللي كان هيأديه بشكل مميز. والنني نفس القصه. فانا يعني شايف ان على الورق زي ما الناس بتقول ممكن تكون سهل، لكن انا عشان في مجال الكوره وعارف مفيش حاجه اسمها سهله. الظروف كابتن حسام ما بيقدرش يعمل معسكر كبير يقدر يلم الناس فيه، لكن هو بيعتمد على جاهزيه اللعيبه. لكن ظروف الاصابات الغيابات هي دي بتفرق معاه، لكن زي ما قلت لك كريم كابتن حسام قادر ان هو ان شاء الله يعني يلم الدنيا. وعندنا لعيبه مميزه جدا، عندنا افضل حارس في افريقيا. تشكيلتك ايه المميزه دي؟ تبدا النهارده ازاي؟
يعني الشناوي طبعا مش عايزه كلام. الشناوي اكيد ماشي. طبعا اكرم كان هيلعب ناحيه اليمين اعتقد بعد اصابته. هو يلعب بقى ولا نجيب حد غريب؟ هو ما راحتش بعيد. ما راحتش بعيد. ما راحتش بعيد. فالنهارده احمد طبعا بيقدم بشكل كويس مع بيراميدز واكرم مع المنتخب الاولمبي مع النادي الاهلي. فانا يعني المتوقع ممكن يكون باهر محمد ناحيه اليمين. باهر لان عمر جابر لو هو سليم كان اكيد هيبتدي. ماشي. في عدم وجود اصلا مش عارف. انا ميال انه هيبدا باحمد توفيق مش باهر. احمد لعب معاه واحمد بيلعب المركز ده في بيراميدز. لكن باهر ما بيلعبش المركز ده في الاسماعيلي بقاله شويه. بس هو لعب معاه قبل كده وكابتن حسام عارفه. كابتن حسام عنده رؤيه كويسه في الحته دي. وباهر بيأدي بشكل كويس دفاعي. فاعتقد ان ممكن يبقى هو الاولويه ليه. هل ده ممكن يخليه يلعب نوعا ما كانه الشكل بثلاثه ورا؟ يعني باهر وحجازي والونش ويبقى فتوح هو اللي طاير؟ انا ما اعرفش. مش قادر يعني. هو ايمن اشرف جاهزيته عامله ازاي؟ لان ايمن برده مميز وبيلعب ناحيه الشمال كويس. كابتن حسام عارفه كويس وبيحبه وعارف مستواه كويس بيأدي بشكل كويس. الجابون يعني يلعب بره بما انه دفاعيا قوي. اقوى من فتوح دفاعيا، لكن فتوح اقوى من ايمن هجوميا. ما انت محتاج دفاعيا برضه هنا. انت تضمنش ممكن لما فتوح يزيد تبقى ممكن تعمل لك مشكله. عشان كده بقول لك يلعب بالثلاثه بقى، الونش يميل مكانه وحجازي يبقى في النص. هو ممكن يلعب عشان باهر بيغطي كويس جدا في الحته دي. ممكن اعتقد ممكن يا فتوح يا يعني يا ايمن وانا شايفه عبد الشافي كمان لعيب مميز جدا ولعيب خبره كبيره جدا ولعيب دولي من زمان. فاعتقد برضو يعني ممكن عشان بس عبد الشافي كان بعيد الفتره اللي فاتت. فاي بص الثلاثه دول اي كان بعيد حد عن المنتخب، بس هو جاهز عن المنتخب. واحد من اللعيبه المهمه جدا في الدوري. ممكن وارد كابتن حسام ممكن تلاقيه يبدا بعبد الشافي اصلا. طبعا لان عبد الشافي مميز عنده خبره كبيره جدا، خدم الدوري بشكل محترم بشكل كويس. لا ولعيب دولي ولعيب خبره وبقاله فتره كبيره جدا وعلى المستوى كمان الشخصي مميز، حاجه محترمه وقائد بره الملعب وجوه الملعب. فانا يعني شايف ان يعني في حيره في الباك يمين والباك شمال، يعني ممكن يبقى الراجل بيفكر. هي حيره اليمين مش هتبقى حيره قوي لان خلاص انت عندك عمر مصاب. عمر بره واكرم بره. فانت يا باهر يا احمد توفيق. واحمد لسه جاي من ضم امبارح اعتقد، فبالتالي ممكن وارد يبقى اميل لباهر. يعني ممكن اميل لباهر لانه باهر اكيد اتمرن قبلها بيومين ثلاثه معاه واتحط في التكتيك. فاكيد يعني كابتن حسام هيلعب بباهر ممكن ناحيه اليمين. حلو. ناحيه الشمال عنده الثلاثه بقى، عندك الثلاثه اي حد فيهم. عبد الشافي وايمن. عندك الثلاثه لعيبه مميزه. وكمان فتوح كان بيأدي بشكل كويس مع المنتخب مع كابتن حسام الفتره الاخيره. مش مع المنتخب الاولمبي بس ولا مع نادي الزمالك بس، هو لعب ماتش دولي مع كابتن حسام وادى بشكل كويس جدا. فممكن يبقى له دور. فممكن يبقى له دور النهارده. طبعا السوليه موجود، طارق والسوليه وحمدي فتحي. وطارق طبعا منهم تاخد مين؟ اعتقد السوليه وطارق. طارق مميز جدا. طارق بيأدي بشكل كويس. حمدي بيأدي بشكل كويس. ثلاثة هايلين. وعندك طبعا قفشه هيبقى موجود. قفشه هيبقى كده كده في مكانه. وشريف في الهجوم. وعندك الحيره بقى هنا يمين وشمال. تلعب يمين زيزو ولا حسين الشحات ولا مصطفى فتحي، وشمال تلعب برمضان ولا تلعب بحد من الاجنحه اللي موجوده معاك؟ برضو معاك صلاح محسن ومعاك يعني هو صلاح محسن اقرب. وممكن يبدا برمضان. ممكن يبدا بحسين الشحات. ماشي. رمضان شمال وحسين يمين. بالظبط. اوكي. لانهم بيأدوا بشكل كويس برضه. رمضان كان بيأدي بشكل كويس مع المنتخب الاولمبي. حسين بس حتى لو راجع من اصابه، لسه راجع من اصابه. ما دي حاله اللعيب بقى يا كريم، دي بقى اللي كابتن حسام هو ملم بيها وقادره، هو الجهاز الفني. مين اللي جاهز؟ مين النهارده يعني كان شكله كويس وقادر في مش مجهد في التدريبات دي؟ الحته دي بقى هو قادره بقى من هنا. هو قادره لان خلي بالك احنا بنقول اسماء. لكن ما اعرفش حاله اللعيبه خالص. ما تعرفش بتقول اسماء ولا حتى الحاله النفسيه. انت برضه في زي ما كابتن وليد كان بيقول لي على التليفون، في لعيبه خسرانه دوري، في لعيبه كسبانه دوري، في لعيبه متخانقه، وفي لعيبه عندها مشاكل، لعيبه مجهده، وفي كل الانواع موجوده. يعني كل حاجه موجوده. هنا بقى الحته دي كابتن حسام والجهاز الفني مش من النهارده بس. ده من يومين ثلاثه كمان من اول معسكر ومتابعه. طبعا يعني النهارده احنا بنقول اسماء على الورق، لكن انا النهارده كمدير فني او مسؤول لما باجي اشوف الحاله بتاعت اللعيب بلاقي لعيب مجهد. بلاقي لعيب لا مديني حق كويس. وعلى فكره زيزو مش بعيد خالص. طبعا زيزو لعيب مميز. ولعيب بيأدي بشكل كويس جدا مع نادي الزمالك وعنده حته الدفاع والهجوم كويسه جدا. فاعتقد زيزو كمان. انا لو تسالني ابدا بزيزو. زيزو في الحته اليمين دي زيزو دوره مهم جدا بشكل كبير جدا. هو ممكن يبدا اللقاء. وطبعا محمد شريف قدام.
وفي احمد حسن كوكا كويس جدا وماشي بشكل كويس طبعا. ولكن الاولوية اعتقد هتبقى محمد شريف لان هداف دوري ماشي كويس. النادي الاهلي تاثر شويه لما غاب ماتش او ماتشين ودوره مهم جدا وبيلعب بشكل مميز مع المنتخب كمان جاب اهداف وماشي بشكل كويس وكان اساسي فاعتقد ان الاولويه هتبقى لمحمد شريف. التغييرات عندك بقى مصطفى فتحي وعندك عبد الله السعيد وعندك احمد حسن كوكا وعندك صلاح محسن عندك اسامي كتيره مهمه تغير على اساس ايه؟ اللعيب اللي ينزل في الشوط الثاني يغير لك ولا اللي ينزل يعني يوزن الامور زي عبد الله يقدر يمسك الملعب يقدر يهدي اللعب يعلي الريتم يعني لعيب يمسك الريموت بالبلدي كده ولا مصطفى فتحي وصلاح محسن الاثنين لعيبه سرعة وعندهم الحته الهجوميه دي المهاره موجوده عندهم المهاره عندهم السرعه يقدر برضو يفك لك حاجه تغير على اساس سيناريو ولا كابتن حسام ممكن يبقى حاطط برضو سيناريو من قبل ما الماتش يبتدي؟ لا سيناريو اللقاء هو بيبقى اكيد عامل سيناريو معين لكن اللي بيقودك هو سيناريو اللقاء. النهارده ممكن اصابات تحصل طبعا بيغير البلان اللي انت كنت عاملها اساسا ممكن لا قدر الله تستقبل جول بدري فتبتدي تبتدي تنزل بشكل مختلف, هجومي ممكن ربنا يكرمنا ان شاء الله نجيب جون واثنين وثلاثه تبتدي تامن بواحد من الثلاثه الموجودين اصابات ممكن تحصل حاجه ممكن حد هو اكيد عنده جوكر في الملعب يقدر يلعب في الحته دي ممكن لا قدر الله حد من الدفاع يحصل له حاجه يبقى انت عندك ناس بتلعب في الدفاع وبتلعب في اطراف زي باهر وزي ايمن اشرف عندك في نص الملعب زي ما قلنا عندك في الحته اللي هي تحت الفراوده كلها مميزه جدا الصراحه وخلي بالك عبد الله السعيد لعيب مهم جدا ولعيب خبره كبيره جدا لكن الظروف الاخيره طبعا مع مش عايز اقول سن ولا حاجه لان عبد الله مميز ولعيب مميز جدا قفشه بيقوم بنفس الدور ولكن الاولويه هتكون لقفشه لان قفشه بيلعب بشكل يعني حركته اسرع يعني وفاهم يعني نفس نفس النظام اللي بيلعب بيه عبد الله هو بيلعب بيه قفشه ولكن قفشه يعني الفتره دي اعتقد ان الاولويه هتبقى لقفشه عبد الله اكيد هيبقى ليه دور الشوط الثاني مصطفى فتحي لو احتاجه في الحته الهجوميه برده صلاح محسن سرعات يعني ان شاء الله احنا عندنا تشكيل كويس تشكيل محترم ان شاء الله احنا واكيد كابتن حسام طبعا هيلعب بخطه متوازنه بشكل هجومي في البدايه اكيد ولكن هيامن طبعا دفاعيا ربنا يكرمنا ان شاء الله نجيب جول واثنين سيناريو اللقاء هو ممكن يعني اللي هيقودك انك انت تعمل تغييرات تغييراتك تبقى عامله ازاي كابتن حسام ان شاء الله بنتمنى له التوفيق وكلنا في جنبه مع الجهاز الفني كله كلنا بنساند فاتمنى ان شاء الله يا رب نرجع تاني بقى لكاس العالم زي ما كنا بعاد جدا ولكن الفتره الاخيره طبعا اخر كاس عالم كنا موجودين فنبقى موجودين تاني بقى ان شاء الله موجودين تاني ان شاء الله وزي ما قلت برضو صلاح كمان فرق نفسيا طبعاً. في كاس العالم نفسيا قبل فنيا ان احنا طبعا لما تعور في نهائي اوروبا فده بالنسبه لنا كمصريين عامه تاثرنا مش اللعيبه فبالتالي النهارده ولما لعب كاس العالم لعب هو مش سليم 100% وقدر يجيب اهداف ولكن اتمنى ان شاء الله باذن الله ان اللعيبه تكون النهارده موفقه تكون اللعيبه مركزه والتوفيق في صالحنا نعمل حاجه كويسه لان المجموعه كل ما انت بتكسب في البدايه اعتقد انك انت بترتاح في النهايه يعني. القائمه دي مناسبه كمان للقاء بره ارضك يعني انت على ارضك خلاص فاهمين الطريقه وتشكيله والحكايه بره ارضك في الجابون القائمه دي مناسبه اكيد انت في الجابون خلي بالك ممكن هيرجع لك عمر برضو اكرم اعتقد ممكن يبقى مصطفى محمد موجود الله ممكن مصطفى محمد هيبقى موجود خلي بالك انت عاملين نتكلم عن اني وصلاح لكن ناسين مصطفى محمد لا جميل مهاجم كبير جدا ولاعب محترف في اوروبا فاعتقد ان هو برضو صلاح يعني مصطفى هيبقى ليه دور كبير جدا برضو الفتره الجايه مع شريف لو انضم ان شاء الله فيعني انا شايف ان القائمه كويسه اعتقد ان كابتن حسام اختار افضل ناس جاهزه لان خلي بالك هو ما عندوش وقت هو اختار الناس اللي جاهزه طبعا وبعيد عن الاصابات لان انت عندك برضو حظه ان انت عندك النهارده واحد زي عمر واحد زي اكرم يعني انا شايف ان الاثنين جوكر كمان مش واحد بس متثبت ناحيه اليمين او الشمال الاثنين جوكر فبالتالي اعتقد ان يعني ممكن عمر يلحق ممكن ماتش الثاني لكن اكرم بتمنى له طبعا الشفاء لان هو طبعا اصابه اكيد قويه في الوش دي في يعني انا عارف بتبقى صعبه جدا تاخد وقت شهر ولا حاجه اتمنى ان هو يرجع ثاني ولكن انا شايف ان القائمه مناسبه للمباراه الا لو ان شاء الله لو ربنا كرمنا قدرنا يبقى فيه نيني وصلاح ومصطفى اكيد دول هيبقوا اضافه طبعا. مع الناس اللي جاهزين يعني ما اعتقدش ان نيني وصلاح هيقدروا ينضموا في اليومين دول لكن مصطفى هو اللي ممكن يبقى فيه كلام يعني انما تغير طريقه اللعب في ماتش بره ارضك يعني انت هنا على ارضك هتلعب 4 2 3 1 والشكل عارفينه تمام بتلعب الجابون في الجابون تتغير طريقتك الجابون في الجابون اعتقد ممكن السيناريو يختلف شويه في البلان اللي انت عاملها لكن اعتقد ان هو كابتن حسام مش هيلعب بشكل دفاعي بحت هيلعب بخطه هيبقى عايز يكسب برضه اكيد لان هو كابتن حسام برضه عنده الحته الهجوميه
مميزه. عنده شخصيه بناقل ده للعيبه اللي موجوده. عنده خبرات كبيره جدا سواء كان مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر عامه اولمبي او مع منتخب مصر الكبير. فاعتقد ان هو هيلعب بشكل متوازن وهيميل للحته الهجوميه برضو اكيد لان هو عايز يكسب. هو برضو اكيد واحنا اسم كبير في, يعني اسم كبير في افريقيا, اكبر اسم في افريقيا. فبالتالي اعتقد ان يعني ان شاء الله بنتمنى التوفيق لكابتن حسام اكيد برضو يعني. بس نخلص الماتش الاولاني ده النهار ان شاء الله, يعني على خير باذن الله. وبتدي بقى ان شاء الله نبص للجابون ونبص للمجموعات اللي بعدين ان هي ستيب باي ستيب. ف ان شاء الله البدايه تبقى النهارده باذن الله, ويبقى اكيد ليه تفكير تاني, اكيد ليه خطه تانية. ما تضمنش برضو النهارده اللعيبه, بنتمنى ان اللعيبه التاني كمان يحصل فيه جابون وليبيا ده برضو احنا مركزين معاهم بالظبط. لا كمان وظروف الاصابات يا كريم طبعا. ظروف الله اعلم, انت النهارده بتعمل كل شويه مسحه, ممكن حد لا قدر الله يحصل حاجه يغيب عنك يكون مؤثر. فبالتالي الظروف برضو انت مش ضامنها خالص, التشكيل هيبقى بالنسبه له هيبقى صعبه. فاتمنى التوفيق لكابتن حسام طبعا والجهاز الفني ان شاء الله. كابتن حسام انت ضربت معاه وقربت منه كتير, علاقته باللعيبه عامله ازاي يعني في ماتش زي النهارده ده او في ماتشات عامه منتخب وانت عندك ظروف وعندك اجهاد وعندك ايا كان بقى كل اللي احنا اتكلمنا فيه؟ لكن دايما المدرب بيبقى كل مدرب كده بمدرسه, في مدرب بيعتمد على علاقاته مع اللعيبه جدا وبيسيب لهم الحريه وبيبقى واثق في لعيبه معينه, بيبقى هم سايب لهم مش عايز اقول انه يبقى كل حاجه في ايديهم يعني, بس بيسيب لهم جزء كبير جدا او بيديهم جزء كبير جدا من الحريه. وفي مدرب لا, مهما كنت واثق فيك مش هديلك خطوط عريضه ولازم تمشي عليها. في مدرب بيتعمد انه يبين للعيبه ان هو طيب ولذيذ وفريندلي وبيتكلم وحاجات كده, وفي مدرب لا يعني تعليمات بس. كابتن حسام عامل ازاي؟ وممكن يبقى هل اتغير مع السن مع الوقت مع الخبرات في معسكر زي ده مع نجوم زي دول مع كواليتي من اللعيبه ممكن ما يكونوش كمان ظهر انواع كتيره زي صلاح والنني ولعيبه وصلت للمستوى ده؟ كابتن حسام في التعامل ده كله في اللي انا حكيت لك ده كله هيبقى عامل ازاي؟ كابتن حسام ميكس في كل اللي انت قلته ده كريم. يمكن كابتن حسام اكتسب خبرات كبيره جدا اكيد السنه اللي فاتت غير اللي قبليها اكتسب خبرات مع النادي الاهلي. اكيد في بدايته لما مسك كمدير فني ما كانش عنده الخبرات اللي هي زي دلوقتي. تاني حاجه الكواليتي بتاعت اللعيبه, لعيبه مميزه, لعيبه كبار, لعيبه اسامي كبيره, لعيبه محترفه. وخلي بالك كابتن حسام بره الملعب لذيذ جدا يعني بيهزر وبيضحك وبيقرب من اللعيبه وبيتكلم مع اللعيبه وبيعمل اجتماعات. فاعتقد ان لكن جوه الملعب لا, جوه الملعب اللي هو صارم يعني. وخلي بالك هو بيروح لكل واحد بيساله اخبارك, حالتك عامله ايه, تمام. ده من زمان؟ من زمان والله. كابتن حسام في الحته دي. لكن هو يعني اتقال لي فتره كده انه كابتن حسام مش فريندلي, مش يعني ما بيشيلش الحواجز, وده مطلوب, دي مدرسه مفيش مشكله فيها. لكن مؤخرا سمعت انه كابتن حسام لا, ابتدى يشيل الحواجز بينه وبين اللعيبه, ابتدى يقرب اكتر للعيبه, ابتدى يعتمد او يركز قوي على العلاقات الانسانيه. فهل دي تيجي من الخبرات, من زياده الخبرات يعني؟ هي عنده يا كريم, عنده لما كان حتى كمان مع النادي الاهلي كان مدرب عام, كان قريب برضه من اللعيبه. لكن هو صارم شويه, يبان ان هو شارب جدا. فبالتالي اللعيبه ممكن في لعيبه بتكش وفي لعيبه بتقرب, في لعيبه بتخاف. اكيد الخبرات زمان كانت اكيد في شده شويه مع اللعيبه, دلوقتي ما بقتش موجوده. انت بتشوفه النهارده بيتكلم مع الجهاز الفني كامل, بيتكلم مع اللعيبه بشكل ودي. بص هتلاقيه لو حتى جت عليه الكاميرا ولا اي حاجه هتلاقيه مختلف. ده كانوا جايبين صوره من كام يوم حتى هدوءه, جايبين صوره هو بيضحك وبركات بمكشر, فالناس قالت هيشوف الدنيا حصل فيها ايه. لا وبعدين خلي بالك انت كمان بركات وسيد دم يعني لزاز ودمهم خفيف وروحهم كويسه, وكابتن طارق طبعا وكابتن ايمن طبعا يعني ناس فاهمه وبيعرفوا يفصلوا كويس. لكن انا شايف ان كابتن حسام حتى دلوقتي هو اكيد بيقعد مع اللعيبه على الاكل, بيجي يتكلم مع اللعيبه ويهزر في محاضرات, بيهزر كتير جدا على فكره كابتن حسام. لكن زي ما قلت لك هو الميكس اللي هو عامله مركز جدا, عايز ينجح طبعا, بيفكر في الاصابات, بيفكر في الظروف اللي بتحصل, ولكن هو لذيذ بيضحك يعني. دلوقتي الدنيا اختلفت اكيد عن زمان. الخبرات لما بتزيد كمان بتبقى فاهم التعامل ازاي قدام الكاميرا والتعامل مع الناس وبتاع, فالموضوع كل ده موجود في كابتن حسام. تعالى طيب ندخل بقى كده شويه في مش عايز اقول الاختيارات لانه الموضوع اتاخر على ان احنا نقيم الاختيارات, لكن حراسه المرمى الشناوي وهاني سليمان وابو جبل تمام, دول الثلاثه الافضل في الدوري السنه دي. وشايف بسام كمان كان بيأدي بشكل كويس, خصوصا ان بسام كمان يعني كان موجود الفتره الاخيره. ولكن زي ما قلت لك كريم, الفتره قليله جدا ان كابتن حسام برضو يختار, ولكن هو عينه على ناس كتير جدا. المركز ده هو محتاج ثلاثه مش محتاج اربعه, ما عندكش معسكر كبير فتقدر تاخد اربعه
واحد تحت السن او ثلاثه واحد تحت السن حسب ما رؤيه الكابتن ايمن والجهاز الفني. فانا شايف ان هو اختار الاجهز. النهارده لا خلاف على الشناوي، انت بتتكلم زي ما قلت لك قبل كده الثاني والثالث تقدر تختار من كذا حد. وانا اتسالت قبل كده في موضوع حراسه المرمى في نادي الزمالك، خصوصا في نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده ثلاث حراس مرمى دوليين وكبار وعلى اعلى مستوى. حلو. ومعانا محمد صبحي ورايح اعرف الاتحاد بيأدي بشكل كويس وراجل موجود في المنتخب الاولمبي. صح. فانا كنت كان الناس بتسالني مين افضل في الثلاثه؟ طب مين اللي تقيمه؟ طب بيأدي بشكل كويس؟ انا قلت لهم انا نفسي مش عارف اتكلم على حد بعينه. النهارده انا كل ماتشين ثلاثه الاقي ابو جبل لما بيلعب بيبقى جامد جدا. ويبعد معرفش ليه، الظروف دي اكيد جوه نادي الزمالك. عواد نفس الكلام، وجنش نفس الكلام. ادى بشكل كويس جدا اول ما جه، كان حظه وحش في النتائج. لكن رجع تاني وصبر. صح. وتمرن. صح. وادى بشكل كويس وبعد كده قعد معرفش ليه. جنش كان بيلعب بشكل كويس وقعد. خليني اقطعك ثواني وناخد واحد صاحبك جدا من بره مصر من الامارات، ريفالدو كره مصريه. كابتن طارق السعيد، برحب بيك يا كابتن طارق وصباح الفل عليك. كريم صباح الفل يا كريم، وتحياتي للكابتن مصر الكابتن امير. ازيك كابتن امير؟ كابتن طارق وحشني جدا. وحشنا كلنا يا ريفالدو. وحشني والله جدا. بقيت مدرب حراس جامد قوي. احنا مستمعينه بيقول لك بقيت مدرب حراس كبير قوي. حبيبي يا كابتن والله. لا ده خلي بالك، ده هيبقى نجم مصر في حراسه المرمى في تدريب حراسه. لا لا كابتن امير يعني والله بص، مش عشان امير حبيبي واخويا وصاحبي وعشري سنين من ايام ما كنا في المنتخب الاولمبي من واحنا صغيرين. امير اتظلم لانه جه مع جيل او جه مع حد يعني طبعا عصام الحضري والناس اللي كانت موجوده كانت في وقت في توهج ليهم. لكن امير لو خد فرصته الحقيقيه جوه النادي الاهلي، جوه النادي الاهلي طبعا هو طلع تالق بره مع انا عارف كل دوت، لكن يفرق كتير عن جوه النادي الاهلي. حتى لما لعب كان ما شاء الله بطولات وما شاء الله مكسب على طول. بس امير كمان على المستوى الشخصي ناس لطيفه قوي 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 من هنا بقى ليوم القيامه. كابتن طارق يعني خليني اسالك كده الاول على منتخب مصر النهارده، انت من بره المشهد بقى شايف القصه ازاي؟ شايف المنتخب ممكن يبتدي النهارده مشواره ازاي قدام انجولا؟ المشهد اللي انا شايفه ان في ثقه كبيره جدا من كل الناس. الناس كلها يعني المتعطشه ان احنا بدايتنا تكون قويه في بدايه تصفيات كاس العالم. الحمد لله الخصم قوي في البدايه، لكن طبعا كره القدم لا تعترف بهذا الكلام تماما. يعني لازم يكون في تركيز، لازم يكون في ضغط من البدايه، نريح نفسنا. مش عايزين نعمل زي بدايه تصفيات كاس الامم ونبقى قاعدين متوترين والدنيا كلها تبقى قلقانه على اساس ان احنا نقعد لا قدر الله وهنقدر نوصل مش هنقدر نوصل. لا زي ما بيقولوا اذبح القطه من البدايه. يعني خلاص يعني النهارده ثلاث نقط على ملعبك، خلص النقط دول وتروح المباراه اللي بعدها على طول تكسبهم، هتريحك تماما في الفتره اللي انت هتكون مريح فيها، عكس لو لا قدر الله حصل اي حاجه. دي هتفرق كتير جدا معانا النهارده ان شاء الله. النهارده التشكيله بالنسبه لك منطقيه او شايفها يعني، ولا ممكن يبقى فيها تغييرات بناء على اجهاد، بناء على اصابه، بناء على حاله نفسيه؟ ما اعتقدش ان 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 الكابتن حسام البدري هيعترف في اجهاد ولا هيعترف بحاله نفسيه. الامور النفسيه هي ورده في كره القدم، ولاعيب الدولي لازم يكون في فصل ما بينه وما بين النادي، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. كابتن أمير لاعب في منتخب مصر وعارف الكلام ده. مهما كانت عندك مشاكل في ناديك أو عندك إخفاقات في النادي، أنت لازم لما تروح منتخب مصر تفصل، تلبس بقى تيشيرت منتخب بلدك كله، مش بتلبس تيشيرت ناديك بس يعني. صح. فلابد إن يبقى في فصل. أعتقد النهارده كابتن حسام البدري الطابع الهجومي هيكون عنده شوية، يعني هو كابتن حسام ما بيغيرش دايما. بالظبط. واحد لكن الطابع الهجومي هيكون عنده الاصرار على المكسب اكتر النهارده ان شاء الله باذن الله. الدوري شفته ازاي السنه دي؟ طبعا ببارك لك عليه مليون مبروك على الدوري، لكن شفته ازاي في مجمله؟ طبعا مبروك لنادي الزمالك، هارد لك للنادي الاهلي، النادي الاهلي كافح وحاول للنهايه، لكن نادي الزمالك بكل ظروفه وبكل المشاكل اللي كانت عنده وان هو ياخد دوري السنه دي، اعتقد ده انجاز كبير جدا بالنسبه لنادي الزمالك. كان حقوق في البدايه المستوى كان بيعلى، كان فيه هدوء جوه النادي لفريق كره القدم بالذات، ما حدش حس بيهم خالص واشتغلوا. كان ما حدش متوقع خالص ان الدور دوت النادي الزمالك يرفع علشان المشاكل المتراكمه اللي موجوده جوه النادي. واعتقد ده انجاز كبير يحسب اكيد للناس المتواجده حاليا في النادي واللعيبه والجهاز الفني وكل المتواجدين اكيد.
هنشوفك في مصر امتى يا ريفالدو؟ وطبعا جمهور نادي الزمالك كلهم العظيم اللي هو دايما وراهم في كل يعني على الحلو والمر في كل شيء معاه. طبعا هنشوفك في مصر امتى؟ ربنا يسهل ان شاء الله. انا معنا ان شغالين احنا دي معنا روح يكون في اجازه هاجت. بشكرك كابتن طارق وبتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله وان شاء الله نشوفك قريب. بشكرك شكرا جزيلا كابتن طارق السعيد، واحد من النجوم الكبيره اللي ظهرت مع نادي الزمالك وتالق وظهر مع نادي الاهلي وظهر مع اندرلخت، واحد من الانديه الكبيره في بلجيكا، واحد من اللعيبه المهمه جدا طارق السعيد. لعيب كبير، كان لعيب كبير، لعيب كبير جدا وعلى المستوى الشخصي كمان محترم جدا. ويمكن انا كمان كنت يعني طارق كان معانا في الناشئين نادي الاهلي وكان يعني في السن الاكبر مني. اهلي زمالك اهلي اهلي معناها ايه؟ يعني معناها انه اتحول كانتماء ثلاث مرات. هو كان من ناشئين مدرسه الكوره في النادي الاهلي معانا، كان مع كابتن سيد ابو حفيظ والجيل بتاعه، وبعدين تقريبا راح بعد كده نادي الزمالك وبعد كده طبعا من الزمالك احتراف وبعد كده رجع النادي الاهلي. فلعيب مهم جدا ولعيب مميز وكان مع منتخب مصر كمان الاولمبي ومنتخب مصر كبير. لا كان نجم كبير ونجم قبل الاحتراف عظيم، وكمان فرق معانا كمان في كاس العالم للانديه وفرق معانا في النادي الاهلي الفتره اللي جه معانا فيها. يمكن كمان يعني كابتن طارق كمان حصلت له كذا اصابه، لكن طبعا هو لعيب مميز جدا ولعيب على المستوى الشخصي كويس. ويمكن انا كمان كنت مبسوط جدا وكنت سعيد ان انا لعبت معاه، وكمان كنت في نادي الاتحاد السكندري. في ناس ما تعرفش ان انا رحت نادي الاتحاد السكندري في يعني من حوالي 3 سنين، قعدت فتره اعداد معاه مع كابتن هاني رمزي. الناس المحترمه جدا وبيقرب من اللعيبه جدا وكل الناس بتحبه صراحه. وكان لعيب مميز جدا، فاتمنى له التوفيق ان شاء الله ويرجع بقى كده تاني ان شاء الله مصر ويبقى موجود معانا. بس خليني اسالك عن النقطه دي تاني، فكره انه لعيب من الاهلي الزمالك او من الزمالك الاهلي دي بيغير انتمائه في حياته الشخصيه يعني، ولا بيبقى هو فاصل لعيب محترف ما عندوش انتماء وحاجات كده؟ بامانه كريم في لعيبه، انا عايز الامانه، اصل انا كل واحد بيطلع في الحته دي بالذات يقول لي اجابات دبلوماسيه. لا مش دبلوماسيه، يعني احنا خلينا متفقين النادي الاهلي ونادي الزمالك اكبر ناديين في مصر، معاهم نادي الاسماعيلي والاتحاد والمصري طبعا، طبعا شعبيه كبيره طبعا على راسنا يعني. لكن في لعيبه حتى لو اتعرض عليها فلوس هي انتمائها للنادي للمكان بتاعها حتى لو راحت انديه ثانيه. يعني انا مثلا واحد من الناس، انا اتربيت جوه النادي ومشيت لعبت كنت منتمي للانديه اللي لعبت فيها طبعا، لكن انا جوايا اهلي ماشي، لكن وانا في الانديه دي بلعب ضد النادي الاهلي انا عايز فرقتي تكسب. مش عايز كلام، مش عايز كلام. يعني انا افتكر مره كريم كنا وانا في سموحه كنا بنأدي بشكل كويس جدا، كنا بنلعب نهائي الكاس مع نادي الزمالك ماشي. خسرنا اخر دقيقه باركت نادي الزمالك وكنت مع اللعيبه وباركت لهم ومفيش مشكله. النادي الاهلي نهائي دوري، فبالنسبه لي كان هيفرق معايا ان انا طبعا مع النادي الاهلي واخد بطولات كتير خصوصا لما بقى اكون في نادي تاني غير النادي الاهلي واخد بطوله كانت غاليه جدا طبعا. وبلعب نهائي دوري والفرق بينه وبين النادي الاهلي هو هدف واحد هدف مش بوينت في الدوره المجمعه مش نقطه فكنا زي بعض مع النادي الاهلي نقطه، لكن كان هيفرق معايا جدا لو انا كسبت النادي الاهلي. لكن بعد الماتش على طول دخلت الاوضه مع اللعيبه واحتفلت مع مش احتفلت يعني باركت لهم، كنت معاهم في الاوضه. اتعرض عليا انديه واتعرض عليا نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير واي حد يتمنى يلعب فيه، لكن فعلا بامانه انا كان جوايا ان انا ما كنتش قادر ان انا هاخد الخطوه، فكرت فيها. كنت قريب من الزمالك اعتقد مرتين مش مرتين طبعا. مرتين قعدت مع المسؤولين وخلاص كنت همضي. لو حصل بقى، لو الخطوه كانت كملت ودخلت النادي وبقيت حارس مرمى نادي الزمالك هتفضل امير عبد الحميد من جواك اهلاوي؟ اكيد صح؟ اكيد هبقى اهلاوي طبعا. يعني قليلين اللي بيتحولوا ولا هو اصلا بيبقى في ناس حسب الفكر، في ناس بتفكر يعني. اديك امثله، كابتن حسام وكابتن ابراهيم لعبوا في الزمالك، لكن دلوقتي لما بتيجي تسالهم حتى لو حد قابلهم في الشارع بيقولوا اهلاوي. حلو كده، اتربوا جوه النادي حلو. بس مثلا معتز اينو لاعب زمالك وناشئين زمالك وفريق اول زمالك وبعدين راح الاهلي، تساله يقول لك انا اهلاوي مش زملكاوي، فهي ايه الفرق؟ ان انت اصلا ابراهيم سعيد نفس قصه اينو، لاعب ناشئين اهلي ولاعب اهلي في ستيم ونجح جدا، لكن لما راح تسال ابراهيم بيقول ايه؟ زملكاوي، او بيتقال ان هو زملكاوي الله اعلم، لكن بيتقال ان هو زملكاوي. لكن ايه الفرق ما بين واحد زي ده وواحد زي ده؟ واحد يروح ويلعب هنا وهنا وهنا لكن يفضل على نفس الانتماء، وواحد ممكن يبتدي في حته ويروح الحته الثانيه فيتحول. لو سالت كابتن مجدي طلبه اهلاوي هيقول لك اهلاوي، مع انه قعد في نادي الزمالك فتره كبيره جدا وتعرف في الزمالك وسبب شروطه نادي الزمالك بس هو قال لك ان هو من قبل ما يروح الزمالك هو اهلاوي. انا ما اعرفش في يعني انا بتكلم على الناس اللي انا عارفه يعني اللي بتلبس التيشيرتين ماشي. لو سالت كابتن احمد حسن اهلاوي هيقول لك ان اهلاوي. في ناس بتبقى من جواها يعني عندها انتماء جدا وفي ناس اكيد الاحتراف
والفتره الاخيره عالم الاحتراف بيخليك تنتمي للتيشيرت بتاعك، لكن لو سالته من جواه وعيلته واهله وكله هيقول لك سواء زملكاوي او اهلاوي. انا واحد من الناس عيلتي كلها اهلاويه، لعبت في انديه كبيره، نادي الزمالك انا كان شرف ليا اصلا اقعد مع المسؤولين في نادي الزمالك وان انا اكون يطلبوني سواء كابتن حسن شحاته او كابتن حسام حسن، شرف ليا اصلا ان انا اكون مثلا قاعد مع ناس موجوده في نادي الزمالك. مش عايز اكلم بالظبط، لكن انا فعلا ساعتها انا اهلاوي جدا رغم ان انا اتعرض عليا فلوس كتير جدا في نادي الزمالك وفي انديه كتير جدا برضه عرضت عليا فلوس، لكن انا اهلاوي من وانا صغير وبحب النادي الاهلي. فلو حتى كنت لعبت للزمالك لما الفتره كانت تخلص كنت هتبقى هنتمي لنادي الزمالك كتيشيرت. طبعا كان انا العب نادي الزمالك وعايز اكسب وكل حاجه. الاهلي هتكسب، لكن انا لو سالتني امير لا انا اهلاوي طبعا واهلي اهلاويه من وانا صغير اتربيت جوه. بس ليه بقى في ناس ممكن تبقى يعني قصدي التغييره دي سهله؟ التغييره دي بتبقى لها ظروف معاناه كريم. انا اجيب لك الخلاصه. أيوة. تبقى بسبب شخصي يعني زي. ممكن يعاند مع نادي، يعاند مع مسؤولين في نادي يقول لك انا كذا وهم يكونش يعني مثلا يكون بيعاند في مسؤولين في نادي الزمالك يقول لك انا اهلاوي، او يعاند في مسؤولين في نادي الاهلي يقول لك انا زملكاوي. ماشي، وباينه واضحه بتبان على فكره والله. بتبان، لكن اكيد في ناس مش هتقول الحقيقه. لكن انا واحد من الناس زي ما قلت لك كريم انا اتربيت جوه النادي الاهلي. شرف ليا ان انا كابتن حسن شحاته يطلبني، كابتن حسام حسن يطلبني، جماهير الزمالك نادي الزمالك تبقى عاوزاني، اللعيبه كانت عايزاني، اللعيبه كانت عاوزاني في نادي الزمالك. شرف ليا، لكن انا اهلاوي وما قدرتش اعمل الخطوه لان انا اهلاوي، وكان عندي امل ان انا ارجع تاني للنادي الاهلي، والحمد لله رجعت تاني كمسؤول في الاكاديميه النادي الاهلي، والنهارده غيرت الكارير بتاعي ان انا مدرب حراس مرمى. ان شاء الله بامل ان انا هرجع النادي الاهلي تاني. ولو كان حصل خطوه الزمالك كان هيبقى صعب عليك ترجع الاهلي بنسبه كبيره؟ والله ممكن بنسبه، ناس حصل كتير يعني ممكن بنسبه كبيره، لكن انا مشيت النادي الاهلي مفيش يعني الناس كلها حباني النهارده، لحد النهارده علاقتي بمجلس اداره كابتن خطيب مسؤولين لعيبه انا لحد امبارح بكلم الشناوي وموجود جوه النادي، كابتن سعد وحفيظ متربيين مع بعض، كل اللعيبه عم حارس يعني انا لولا ظروف بس ان انا عشان عندي تدريبات، لكن انا كنت على طول في النادي الاهلي واللعيبه كل يوم بكلم لعيبه، كل يوم علاقتي باللعيبه كويسه جدا. الشناوي كلام المفروض كنت اروح معسكر للشناوي عشان اسلم عليه. بتكلم مع الشناوي في الفتره الاخيره؟ بتكلم معاه في طبعا. كلام على رحيله فعلا ولا بالنسبه له هو بيسمع زي الناس ولا هو عايز يمشي ولا الموضوع اشاعه؟ شايف ايه؟ بص يا كريم النادي الاهلي من كلامك معايا يعني شايف القصه ازاي؟ لا انا ما بتكلمش في الحته دي ولكن انا عارف ايه اللي بيحصل جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي منظومه كبيره جدا. النادي الاهلي لما بيجي عرض مميز للعيب عنده واللعيب مميز، النادي الاهلي بيشوف مصلحه النادي واللعيب والفريق وكل حاجه. حلو. النهارده خلينا واقعيين، الشناوي لو جاله حتى ريال مدريد دلوقتي في الظروف اللي فاتت دي كان اعتقد دوره مؤثر جدا، فبالتالي النادي الاهلي لازم يشوف مصلحه الفريق، مصلحه النادي، مصلحه اللاعب، هل الفلوس اللي داخله هتدخل هتبقى كويسه للنادي، يقدر يعوض يجيب شناوي، يقدر يجيب لعيبه، هل الفتره الاخيره هل اللاعب فاضل له كام سنه فممكن ياخد فلوس كويسه؟ هل اصلا كان في عرض؟ هو اكيد الشناوي هيجي له عروض اكيد، لكن انا ما اعرفش فين بالظبط وتحديدا النادي ايه، لكن اكيد عرض الشناوي. عرض النصر السعودي ده هل اشاعه ولا لا؟ انا ما اعرفش الحقيقه فين، لكن اعتقد واحد زي الشناوي اكيد هيجي له عرض واثنين وخمسه. لكن زي ما قلت لك هو الولد اهلاوي جدا، بيحب النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي. لما كان في ناشئين النادي الاهلي وكان معانا في الفريق الاول بس كان ترتيبه بعيد. لما راح نادي تاني انديه تانيه ولعب عرف قيمه النادي الاهلي، لما رجع عقليته كمان اختلفت لان هو بره الملعب كمان تفكيره اختلف. حارس مميز، كابتن النادي الاهلي، خد بطولات مع النادي الاهلي، عايز يكمل. انا شايف ان هو مش بتاع مشاكل وبيقعد مع النادي الاهلي وهو عنصر مميز جدا في النادي الاهلي سواء على المستوى الشخصي او المستوى الفني، فاكيد النادي الاهلي هيبص لمصلحه النادي وهو والفريق ويقدر يقيم. لكن الشناوي عنده عروض اكيد مليار في الميه عنده عروض، لان هو مش بيلعب بطوله مميزه او ماتش مميز، هو بيكمل سلسله التالق اللي هو فيها. الحارس الاول في مصر، اتمنى ان هو ربنا يحفظه ويؤدي بشكل كويس ويبعد عنه اي اصابه يعني. تعالى نطلع الفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن امير عبد الحميد، خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد، مكملين كلامنا مع ضيفي النهارده كابتن امير عبد الحميد. ما ردتش عليا برضو، احسن حارس مرمى في الدوري السنه دي بلا شك الشناوي، محمد الشناوي. طبعا مع ان في ناس بتأدي بشكل كويس لكن الشناوي طبعا هو رقم واحد.
اوسا لا اوسا بيأدي بشكل كويس جدا، خبره كبيره جدا، ولازم على فكره عبد المنصف برضو من لو انا هتكلم على كمستوى ماليش دعوه بقى بفكره سن او عمر وارجع تاني. يعني في مره من الايام او في يوم من الايام كان وانا في نادي سموحه كان اتعرض اسمي، كنت انا عبد المنصف، وقالوا لا في الاعمار السنيه بعيده ومش عارف ايه والكلام ده كله، في الاخر الحضري كان موجود. فحتى عبد المنصف كان ساعتها زعل، وقلت له خلاص احنا نشتغل ونتمرن، وطبعا الحضري قيمه كبيره جدا ولكن احنا المفروض نكون موجودين، وكان ساعتها كابتن احمد ناجي كمان كان موجود. لكن في الاول وفي الاخر دي اختيارات، لكن عبد المنصف لو هنتكلم على كمستوى لا يبقى موجود في منتخب مصر، عامل موسم الحقيقه كبير جدا يعني جدا وعنده خبره. خلي بالك معلش انا النهارده لو انا عندي ماتش وحطيت عبد المنصف راجل دولي من زمان وهيأدي بشكل كويس طبعا وهيبقى ليه دور مهم. عندك المهدي لما رجع برضو، شريف الكرامي لما موجود، في جوال كويسه جدا. تعالى اخد كده اختبرك برضو في اوروبا ونشوف كده سؤال الحلقه النهارده تعرف تجاوب عليه ولا لا. في لعيب لعب في الانديه دي، شايفها الخريطه اهي، فيها اتلتيكو مدريد، فيها برشلونه، فيها ليفربول، ايه النادي اللي فوق ده؟ فيها دول نادي اسمه ناسيونال، ده برازيل، اسهلها لك يعني، اوروجواي. البدايه كانت في اوروجواي. سهله جدا. استنى بس، ده الفيرويد بتاع برشلونه، اتلتيكو بيلعب في اتلتيكو كمان دلوقتي. خلاص جبتها. تعالوا لنا بقى الاجابات يا شباب. اكيد مش هي. هتقولنا الاجابات. طيب صباح الخير يا كابتن، لويس سواريز. هايل. ايوه سواريز، هو سواريز. هايل ماشي. اللي بعده على الفاروق، لويس سواريز. جميل. محمد عبد الشافي، سواريز في ايكس كمان. ايوه جميل، انت جبتها كده من اوروبا، لكن هو ابتدى في اوريتا وبعدين ناسيونال وبعدين كل بقى جرونيجن، ايكس، ليفربول، برشلونه، اتلتيكو مدريد. ده محمد عبد الشافي فيرويد محترم زي ما الكتاب بيقول، قوي قوي، احد افضل مهاجمين عمر التاريخ من وجهه نظري، لاعب في الصندوق قليل لما تلاقي زيه مع رونالدو الظاهره، بنزيما وهكذا. ده شاكر محمد، هايل يا شاكر، صباح الفل. لويس سواريز اجابه سهله جدا، وكابتن امير حتى يعني الراجل جابها كده كده. الغريبه كمان يا كريم ان هو انا استغربت ان برشلونه ازاي سابوه، مش عارف والله. كومان بقى ربنا يمسيه بالخير. كومان على فكره برده اعتقد ان الناس ما بيحبش الناس اللي هي النجوم قوي من ايام اياكس يعني، كان مجنن ميدو برضه، خلي بالك ميدو كان بيتكلمنا عنه كتير جدا، كان من الناس يعني بيجنن اللعيبه، فعنده فكره معينه مدربين كده يعني. كابتن امير انا بشكرك جدا على وجودك معايا، نورتني حبيبي يا كريم. انا كل التوفيق ان شاء الله في السكه الحديد، وباذن الله تبقوا في الممتاز. حبيبي انا سعيد ان انا معاك النهارده، وبالتوفيق ليك ان شاء الله. نورتني يا كابتن امير. كابتن امير عبد الحميد واحد من الحراس الكبار في الدوري المصري، ممتاز، كان ضيفنا في بي اون تايم، نفس الميعاد كل يوم، بي اون تايم على اون تايم سبورتس. اشوفكم على خير.